أمريكا وكندا واستراليا ومصر والشرق الأوسط والعالم بأسره على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. الحقيقة في كذا موضوع النهاردة، فيعني نرجو أنه يحوز أنه قبول أن احنا نتكلم في المواضيع اللي هي في الآخر خالص بتصب في مصلحة مصر لو اتصلحت، منها استخدام الورقة الطائفية، وده كان واضح جدا العودة لاستخدام الورقة الطائفية تاني بالهجوم على الكنائس وعلى الجمعيات الدينية التابعة للكنائس، وده ظهر جليا في وقعة في نجع حمادي وأيضا في وقعة في الفيوم. وضع المرأة في الدستور الحالي اللي هو المفروض ان هو أجيز وعدى بنسبة 61% كما يدعون، ورفض كوتة المرأة انها تبقى من ضمن الأسماء اللي فوق على قائمة الأحزاب، ايضا رفض كوتة الاقباط انه ممثل قبطي لكل محافظة، والموضوع برمته هم بحجة التمييز، قال يعني هم ما عندهمش تمييز، يعني هم ما فيش تمييزات فهم مش عايزين اي تمييز، الحرية واخدة حدها معاهم قوي، فالعملية بيقولوا ما فيش تمييز لاي حد، والحكم بعدم الدستورية ممكن، ودي حجة طبعا، يعني هم لغوا الدستورية اساسا لما تلفوا حواليها ومنعوها من انها تحكم حكمها التاريخي. قانون الانتخابات ايضا هنتكلم فيه ونشوف هل هو بيعمل لصالح جماعة معينة اللي هي على عرش السلطة الان، لان دي هتبقى ملكية، وهل الدستورية اللي موجودة هي دستورية ولا حاجة تانية غير الدستورية. هنتكلم ايضا عن حكم المحكمة اللي اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات، وهيبقى معانا ناس قانونيين وهيفسروا الحكم ده، هل هو الحكم ده فعلا حكم محكمة للجرم اللي ارتكب او الجنحة اللي ارتكبت، ولا ده حاجة تانية خالص وتعتبر حاجة عدت الخطوط الحمراء والخضراء والصفراء وكل الخطوط بكل الالوان، ويعتبر ان هذا الحكم اساسا موجه ضد الانسانية كلها مش ضد المرأة في مصر او الانسان في مصر. كمان ايضا مجموعة الحوادث اللي هي كلنا سمعنا عنها، انقطارات كل يوم في حادث قطار في كل حتة، هل هو ده اهمال ولا ده متعند الاهمال، او ان مفيش حتى المسكنات بتاعت زمان ما بقيناش نسمع عنها، وان المشاريع بقى عايزين 2000 مزلقان، عايزين 3000 كوبري، الكلام ده كله برضو هناخد فيه رأي الناس اللي هنستضيفهم. طبعا خير ما نبدأ به هو الاستاذ المستشار الاستاذ رمسيس النجار المحامي المعروف. بنقول لك مساء الخير يا فندم. عادل، ومساء النور على كل كوبتكسات، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الغطاء. ربنا يخليكم كل سنة، وكل المسيحيين في كل مكان طيبين، اللي بيحتفلوا بعيد الغطاس حسب التقويم القبطي او اللي احتفلوا بيه قبل كده كل سنة وهم طيبين. عودة لاستخدام الورقة الطائفية، واحنا عانينا منها كتير يا استاذ رمسيس. استخدام الورقة الطائفية هل هتفيد من هم في السلطة الان؟ وإذا كان يقول السلفيين أو مجموعة من الإخوان أو مجموعة من المتعصبين إنهم يلتفوا حوالين كنيسة لمجرد إن في شخصية قبطية أو شخصية مسيحية متهمة، يعني الوضع مفهوم ومعروف، إذا كان في حد متهم بأي حاجة فالمفروض إن الشرطة والقضاء ويعني المسلك القانوني هو اللي يبقى متبع، ليه بيروحوا ناحية الكنيسة؟ ليه بيحوطوها؟ ليه بيحاولوا يدمروا فيها؟ وده هل هو نوع من استخدام الورقة الطائفية لمساعدة من هم على السلطة الآن لتضييع معالم النظام السياسي ده إذا كان له معالم أساسا؟ حضرتك ممكن تعلق لنا عن العودة مرة أخرى أو مش العودة مرة أخرى، هي ما خلصتش، هي استخدام الورقة الطائفية الآن وما معناه؟ تقصد حضرتك ما حدث في نجع حمادي؟ تمام، وفي الفيوم. ما حدث بالضبط، ما حدث في نجع حمادي هو نوع من أنواع الاضطهاد الديني، هو نوع من أنواع بطش الإسلاميين على
مش عايز اقول القله القبطيه، ولكن عايز اقول على المسيحيين الذين يعيشون في قرى ونجوع مصر. ما حدث هو امبارح نسبوا الى شخص يبلغ من عمر 65 عام انه تحرش بطفله، وعلى اثر ذلك تجمعوا في جامع كبير، ولولا تدخل إرادة الله كانوا يستولون على مستودع لأنابيب الغاز لتفجير تلك الأنابيب في بيوت الأقباط. وحدث طبعا تعدي على محل ترزي وعلى محلات قبطية، ولولا أن الكنيسة محروسة بشفاعة أبو فام كانوا تعدوا عليها. تمام. لكن المواطنين او المصريين المسلمين بسرعان ما بتعلى فكرهم مش عايز اقول الشرير، لكن عايز اقول العدائي لدى الطائفة القبطية. حتى لو حدث هذا، وهذا لم يحدث على الاطلاق، لان تقرير الطب الشرعي قال ان البنت ما فيهاش اي حاجة على الاطلاق ولم تمس على الاطلاق، لكن الفكر الإسلامي بدأ يأخذ نوع من أنواع الاضطهاد الديني للمسيحيين الأقباط، لا سيما أنهم محميين بحزبي الحكم، الحزب الحاكم الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي أو يعتبر نوع من أنواع الجناح العسكري لحزب الحرية والعدالة. فطبعا امبارح كانت نداءات كثيرة للأمن، نداءات كثيرة للداخلية، نداءات كثيرة للناس من مصر، من القاهرة، من كل مكان تم الاتصال بالمسؤولين. وإلى حد ما الحمد لله نشكر الله أن الموضوع هدي أو اتلم على خير، ونأمل ألا يكون له عودة مرة أخرى. لكن زي ما حضرتك عارف أن القبليات الإسلامية تتجمع عندما تحدث، مش هقول خطأ، لا، حاجة تنسب حتى لو نسبت إلى قبطي واحد تشمل الأقباط جميعا، ويستهدفون الكنائس مباشرة، وكأن وجود الكنيسة وجود وصمة عار في تلك القرية أو الأخرى أو الأخرى، رغم أن القرية تعدادها الأكبر للمسيحيين، لكن القوة والعداء للإسلاميين والحكم والأحزاب للإسلاميين. وبرضو مش عايز أقول التعداد الأكبر، لكن تقريبا نسب متساوية. لكن أنت عارف حضرتك أن المسيحيين بطبعهم مسالمين هادئين، لا يقلقوا، صلواتهم كلها تدعو إلى السلام، لا يوجد ما يدعوهم إلى كراهية الآخر أو التعدي على الآخر. تمام. بالعكس، إن هناك جوامع تحفز المسلمين على الكراهية الآخر وعلى التعدي على الآخر وعلى نسبة الكفر للآخر، فده كله طبعا في مجتمع متعلم او تعليمه بسيط جدا، فبيحدث انفجارات سريعه على طول. طب وهذا استخدام الورقه الطائفيه بتصب في مصلحه مين يا استاذ رمزي؟ لا، هي الورقه الطائفيه صدقني مش هتصب لمصلحه حد. تمام. ولكن لها، هي ورقه موجوده من فترات بعيده، بص، في نفوس المواطنين المسلمين كراهية للأقباط، ودي عايزة علاج. يعني احنا من زمان بنقول عالجوا هذا الفكر التطرفي، عالجوا هذا الاسلوب اللي بيتخذوه الاخوة المسلمون ضد اخواتهم المصريين الأقباط، عالجوا الفكر اللي بيدرس في القنوات الفضائية الإسلامية في كل مكان، في جوامع، في بأن هذه الكنائس ما هي إلا كنائس كفرة. تمام. هو يعني مش عايزين نقول من يستخدم الورقة الطائفية هي ستحرقه وتحرق المجتمع كله، دي واضحة في كل المجتمعات اللي استخدمت الورقة الطائفية من قبل،
والتاريخ خير شاهد على ذلك. ولكن اللي انا عايز اقوله، انا مش عايز مسكنات، انا عايز حل جذري. هل الحل في ايد السلطه ولا في ايد ما يتمثله الاسلام من سلطه ايضا في ايد الازهر، ولا في ايد الكتلتين اللي طالعين بما يسمى الاخوان والسلفيين؟ وجهه اللي سبق قلناها وبنقولها يتمثل في ثلاث جهات: الداخلية، الأزهر، التعليم. الداخلية يجب أن تتعامل مع المواطنين المصريين بالتساوي. الداخلية يجب أن يحبس كل من يشيع الفتنة الطائفية، لكن لا يحبس المجني عليه خشية على حياته، لأن كثيرا ما يحبس المجني عليه المسيحي خشية على حياته، دي شيء معروف. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التعليم يجب أن، ودي قالها قداسة البابا المتنيح سنة 1973، يجب علينا أن ندرك. هو الصوت بيقطع يا أستاذ رمسيس، معلش هنعاود الاتصال بيك مرة تانية. طيب هنعاود الاتصال بالاستاذ رمسيس النجار مرة تانية. احنا مازلنا في النقطة الاولى وهي استخدام ورقة الطائفية، وهو حدد ثلاث حاجات ممكن انها تحل الموضوع من جذوره: الداخلية والازهر والتعليم. الداخلية، وابتدى يقول ان لازم انها تتعامل مع المواطن المصري بالقانون. انا بقول المواطن المصري وليس المواطن اللي هو باستخدام شعارات الأقلية والأغلبية، ودخول الداخلية في تسييس إلى هذه اللحظة مش عارفين له مبرر. هل بيستخدم تسييس الداخلية من قبل السلطات؟ هل الداخلية مجبرة على هذا التسييس؟ هل الداخلية تقدر تعدل نفسها؟ هل إمكانياتها الآن تسمح لأنها تعامل المصريين بدرجة سواء، أو أنه بيبقى في مناطق ومناطق، ولا يعني مفيش قانون بيحكم المسألة بحيث ان حتى لو اخطأت الداخلية ان يكون قانون لتصحيح هذا الخطأ؟ رجعنا تاني مع سيادة المستشار الاستاذ رمسيس النجار. استاذ رمسيس سمعنا؟ ايوه يا فندم. حضرتك يعني هو الصوت قطع على الداخلية وانها لابد ان تتعامل مع المواطن المصري ايا كان، سواء مسيحي او مسلم، بدون تسييس وبدون ان ده اقليه وده اغلبيه زي ما حضرتك قلت. وهسيب حضرتك تكمل، اتفضل يا فندم. كلام، اولا الداخليه زي ما قلنا يقع عليها عبء المساواه، القضاء يقع عليه عبء المساواه، او النيابه العامه يقع عليها عبء المساواه. التعليم يجب ان يبدا من الحضانه، ان يتعلم الطفل محبته للآخر، ألا يكون هناك تعليم على أن تكون هناك فئات كافرة وفئات مؤمنة بالله، الكل يؤمن بالله. يجب أن يكون هناك تدريس للوطنية أكثر من التدريس للأديان، وتترك الأديان لأماكنها متمثلة في الجوامع في الكنائس، ألا تكون الخطب خطب الجمعة خطب تحفزية تثير أعصاب المستمع بحيث يرى أنه واجب عليه أن يقوم ضد الآخر الذي يخالفه في العقيدة لأنه كافر. كل دي التزامات على المجتمع والتزامات على الداخل، يعني على النظم القائمة على أن تؤدي تلك الالتزامات. يجب أن يكون هناك عبرة لكل من يتعدى على دور من دور العبادة بأحكام رادعة. وطبعا حضرتك عارف المسيحيين لا يمكن يتعدوا على أحد الدور المخصصة للعبادة للإخوة المسلمين، لكن التعدي دائما بيأتي من المسيحيين، من المسلمين على المسيحيين ودور عبادتهم، ولا يكون هناك عقاب. عايزين نقول جزء من المسلمين وليس كل المسلمين، وهو متمثل في المتعصبين منهم واللي بياخدوا صورة هم السلف وغير السلف والجهاديين والكلام ده كله.
هم دول اللي بيبقوا هم المعتدين، بص اما الباقي يا فاعتقد ان هم بيبقوا واقفين متفرجين يعني. يا استاذ عادل، انا يعني ايه، هناك جريمه سلبيه وجريمه ايجابيه. تمام. الجريمه السلبيه تتمثل في الاخوه المسلمين المعتدلين الذين يسكتون على هذا التصرف، وايضا يجب على القنوات الاعلاميه ان تكون قنوات اعلاميه تحبذ على المحبه، تحبذ على المواطنه، تحبذ على اطراف المجتمع جميعا دون ان تفضل نوع عن نوع. وده لن يرقى المجتمع الا اذا تضافر اعضاؤه جميعا. لكن انا شايف ان اللي بيحدث ان بيميز المسلمون دون الاقباط. في ضوء هذا حضرتك شايف حكم المحكمه على قضيه ان اجازنا قلنا التزوير، هي كانت بحسن النيه عايزه ترجع لديانتها ففكرت بطريقتها الخاصه انها تعدل شهادات الميلاد بتاعت اولادها او الحاله الاجتماعيه بتاعتها، وحكم القضاء اللي هو عايزين انا مش لاقي له وصف غير انه ضد الانسانيه عموما ب 15 سنه هي والاولاد مع بعض. يعني انا جماعه الاحكام لقيتها اربعه خدوا 5 سنين وحوالي 6 في 15 يعني 90 وحوالي 20 110 سنه في ورقه مش عارف يعني ورقه اتغيرت وقالت ان ده بدل ما هو مسلم بقى مسيحي، في حين ان العكس بيبقى يعني اتغيرت الديانه بتاعته من مسيحي لمسلم، يعني بقول بطريق الخطا ولم يجازى اي موظف وبيترفع قضيه علشان يثبت ان هو مسيحي، وحضرتك يعني سيد العارفين بده. فحضرتك شايف الحكم شكله ايه في هذا المجتمع؟ وده اذا كانت رساله موجهه من القضاء او بعض القضاء، مش عايز اقول كل القضاء، بعض القضاء للمسيحيين، نقراها ازاي ويترد عليها ازاي؟ اتفضل يا استاذ رمسي. اولا هذه القضيه يعني مش عايز اقول عنصريه طائفيه دينيه، ولكن واقعها هو هذا، حكمها هو هذا للأسباب الآتية. هناك قرار من وزير الداخلية بأحقية المسيح اللي يشهد إسلامه أن يعود إلى مسيحيته دون أي مشاكل. عايز أحدد دون أي مشاكل بالقانون هنا إزاي؟ حضرتك راجل قانون، يعني لو في أي مسيحية دون أي مشاكل هقول لحضرتك. القانون، القرار اللي صادر من وزير الداخلية بيتطلب أن يتقدم المشهد إسلامه بشهادة عودة من الكاتدرائية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فيش تشبيه يثبت انه لا توجد جريمة عليه بالاسم المسلم. تلاتة، يتقدم بطلب لمصلحة الاحوال المدنية تعود كل صيغته الى ما كان عليه. تمام. وهذا الحكم يعني ده حكم وقضي به من المحكمة الادارية العليا والدستورية العليا واستقرت عليه المبادئ. ويمكن تذكرون ان الاحكام دي كان مكتبنا بيشتغل فيها من 2004 الى ان استقرت في 2010. تمام. هذا يعني ايه، امر هام، لان من يقوم بتعديل بياناته هو قرر للواقع، لان الواقع انه عاد الى المسيحيه، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان كان الدستور يكفر حريه العقيده فمن باب اولى حريه العقيده عندما يعتقد الانسان في عقيده معينه ويثبتها بطريقه سواء شرعيه او غير شرعيه فلا عقاب عليه، وان كان قد عبث بالورقه الرسميه فعقابه لا يتجاوز السنه مع ايقاف التنفيذ. لكن مثل هذا الحكم هو حكم جائر، حكم تعصبي، حكم ديني. وقد سبق أن أصدرت محكمة الجنايات مثل هذا الحكم على سيدة تدعى شادية ناجي إبراهيم السيسي، على ما أظن حضراتكم تذكرون هذه الواقعة. وتقدمنا بطلب للنائب العام الذي قرر بالنقد فورا وأفرج عنها، وكان هذا الحكم هو خطأ تعصبي أيضا، ولا داعي لذكر المستشار الذي أصدر الحكم في ذاك الوقت. فأنا أتمنى أن يقدم طلب فورا للنائب العام ويشرح له الظروف
وينص فيه على نص المادة الدستورية التي تكفل حرية العقيدة ويخلى سبيل هذه الأسرة لحين محكمة النقض تقول كلمتها بإلغاء ذلك الحكم. يعني لكن هذا الحكم ده ممكن يعني يا أستاذ رمسيس ممكن أنه يحصل؟ مؤكد لازم يحصل. تمام. مش ممكن، لأن حكم زي ما حضرتك بتقول بهذه الطريقة هو حكم مش هقول خاطئ، 100% جائر جدا جدا على الأسرة بأكملها. فأتمنى برضو أن يكون هناك دفاع قانوني إلى جانب الدفاع الإعلامي اللي حضراتكم بتقوموا به. هذا الدفاع القانوني يستطيع أن يثبت أن هناك حسن نية في تغيير الورق، أن هناك حق مكفول، أن هناك تباطؤ من الجهة الإدارية أدى إلى مثل هذا التصرف. لكن لن يكون هذا الحكم هو النهاية على الإطلاق. وأنا بقول لسعادتك وبوعد كوبتك سات إن شاء الله بإذن الله هتسمعوا عن قريب إخلاء سبيل هذه الأسرة. تمام، إحنا البركة فيك والبركة في كل المسيحيين القانونيين اللي هم ما بيعدوش الحاجات اللي هي ممكن تخلي المجتمع يولع. سؤال أخير يا أستاذ رمسيس، ربنا يخليك، سؤال أخير عن الحوادث، مجمل الحوادث اللي بالجملة اللي بقالها أسبوع كل شوية نصحى على قطرة قلب، قطر داس حمار، قطر داس تاكس، مزلقان مش موجود العامل بتاعه، هذه الإدارات مستشفى مش موجودة أنها مستشفى، يعني هي شكل مستشفى بس ليست مستشفى، هو شكل قطر بس مش شكل قطر، هو شكل مزلقان بس ما هوش مزلقان. حضرتك شايف الإدارة دي مين مسؤول عنها؟ ومتى تقدم الحكومة استقالتها؟ بعد كم وفية أو بعد كم واحد يتقتل بسبب الإهمال؟ بسمح لي يا أستاذ عادل، في ناس حبوا يحتفلوا بأن في مثل هذا النهاردة ما حصلش حوادث، فنزلوا بالأوتوبيس يحتفلوا، راح الأوتوبيس وقع على 13 عربية ماتوا. يا ساتر يا رب. فالمهم يعني إحنا اعتدنا ان احنا نسمع يوميا حوادث حوادث حوادث، لكن هذه الحوادث برضو اهمال الدولة، اهمال الحكومة، اهمال المسؤولين، عدم ادراكهم لارواح المصريين جميعا هو الذي يؤدي لمثل هذه الحوادث. لان لو حضرتك طالعت عامل التحويلة هتلاقي نسبة الجهل فيه والفقر والاحتياج كبيرة جدا، علما بان في ايده القطر كله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، سائق القطار. نمرة تلاتة، المسؤول عن الادارة باشملها على الاقل يجب ان يكون هناك عقاب رادع يسمع عنه. يعني حادث اسيوط لو تذكر حضرتك لم يقدم احد للعقاب، بتاع المدرسه الازهريه اللي مات فيها 50 طفل. تمام. لم يقدم احد للعقاب، لم يجازى احد اداريا، لم يثبت الخطا قبل مين. كل جوان بيؤدي الى اهمال ويليه اهمال ثم يصل الى الاهمال الجسيم. لكن المفروض ان في مجرد ما يحدث مثل هذه الحوادث يقدم المتهمين، وكما تكون دوي الحادث او دوي الاهمال يكون ايضا دوي العقاب. لكن عدم وجود عقاب، عدم وجود التزام، عدم وجود فكر ناضج بروح البني ادم المصري ادى الى ان ارواح المصريين بقت رخيصه زي ما حضرتك شايف وبتسمع عن الحوادث دي بقت بكتير، وأصبح الموضوع بدون ضابط أو رابط. لكن الحكومة بتتكلم عن أشياء لا تأتي، يعني تؤتي بثمار لأرواح الشعب، لا تؤتي بثمار لأجساد الشعب، كلها في الغلاء والأمراض والآخر. لذلك محتاجين دفعة مش عايز أقول دفعة إدارية، دفعة عقابية، دفعة ثوابية لكل من يصيب، دفعة عقابية لكل من يخطئ، حتى يكون الكل يعمل بحرص وجد ونشاط والتزام. التزام أهم حاجة، لكن الالتزامات ضعيفة
في المستوى العمالة المصرية. يعني دلوقتي نقدر نصف شكل الدولة في الإدارة، هل في إدارة للدولة ولا هي ماشية بالبركة؟ حتى بيتهيألي البركة مش موجودة. البركة مش موجودة. لا البركة في الحوادث كتيرة الحمد لله يعني. أيوة في الحوادث، لكن هي الدولة ماشية بقوة الدفع. ربنا يسترها ان شاء الله. وبنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ رمسيس، ويعني اسعدتنا بارائك البناءه اللي هي واثقين تماما انها اراء ايجابيه، بنحاول معا ان احنا نعدل المجتمع المصري نحو المدنيه ودوله القانون ودوله المؤسسات. شكرا جزيلا للاستاذ المستشار رمسيس النجار. حقيقة يعني ما زالت المواضيع اللي احنا بنطرحها على القناة وبيطرحها آخرين أيضا في محاولة جادة للبحث عن سبل مدنية الدولة أو تحضر الدولة أو تقدم الدولة. طبعا لا ننسى أن الإعلام هو اللي حط إيده، الإعلام ده يعتبر زي بقول إيه، حط إيده على الجرح، حط إيده على العصب العاري في بيقولوا إيه جسد الأمة أو جسد الدولة، إن أجيز لنا بهذا التعبير، إن إحنا نقول تشخيص المرض لكيفية علاجه. وطبعا لابد من رأي للإعلام وللصحافة. وإحنا معانا دلوقتي على الهواء مباشرة وعلى التليفون الأستاذ الصحفي والناشط السياسي الأستاذ نادر شكري. مساء الخير يا أستاذ نادر. مساء النور يا فندم. ربنا يخليك استاذ نادر، كل سنه وانت طيب، وكل المسيحيين وبكل طوائفهم طيبين في بمناسبه عيد الغطاس، وهو عيد سيدي. في بعض الناس ممكن تنسى ان هو عيد سيدي، عشان كده احنا بنقول كل سنه وانتم طيبين زيه زي عيد الميلاد بالظبط يعني. استاذ نادر سامعني؟ اعتقد في حاجة في الصوت المخرج. هنكلمك تاني في خلال نص دقيقة استاذ نادر، لغاية لما يعود لنا الاستاذ نادر. احنا طبعا تكلمنا مع الاستاذ رمسيس، مش هقول مع حضراتكم تاني، لكن دور الاعلام في كيفية تحديد المشاكل او تحديد المرض العضال زي ما بيقولوا، ليس مرض عضال ولا حاجة، الكل يعلم ولكن الكل يحاول ان هو يخفي، واللف والدوران دي مش صيغة الإعلام. الإعلام لابد أن يكون مشرط جراحي حتى يخرج المرض الخبيث من العضو أو بواقي العضو السليم، عشان يسلم باقي العضو 100%. الإعلام هنا بيلقي بظلال رهيبة جدا، لأن الإعلام ممكن أن يستخدم على الناحيتين، في إعلام مغرض وإعلام موجه، وفي إعلام في نفس الوقت هو إعلام ليس مغرضا وليس موجها، ولكن ممكن أن يتهم بهذه الصفة. لكن إيه هي المعايير أن أنا أقول أن الإعلام حط إيده على الجرح زي ما بيقولوا بالمثل وابتدى يداوي؟ كل الإعلام الآن في طريقه إلى التصحيح. رجع تاني معنا الأستاذ نادر، برحب بيك مرة أخرى أستاذ نادر. أهلا بيك يا أستاذ عادل، مرحب حضرتك. ربنا يخليك. اول سؤال طبعا، والاعلام انا بصفه دايما ان هو بيحط ايده على الجرح او بيشخص المرض، سواء كان اجتماعي او سياسي او اقتصادي، ووضع الحلول دي للخبراء، لكن الاعلام هو القاء الضوء وتشخيص المرض. عندنا مرض وهو استخدام الورقة الطائفية، ما زال هذه الورقة بتستخدم من السلطات. حضرتك امتى نتوقع استخدام هذه الورقة او لا نتوقعها كاعلامي؟ معلش، هو يمكن الصوت برضه تاني مش اذا ما تم الهجوم على النظام او السلطه السياسيه. الو تمام معاك يا استاذ نادر، سامع. او اذا تم الهجوم على النظام الحاكم، فزي ما شفنا انخفاض شعبية الإسلاميين وبدء الهجوم عليها وتزايد الكوارث نتيجة على عن فشلهم في إدارة السلطة، بنلاقي الأحداث الطائفية بتتزايد بطريقة غريبة وغير مسببة. يعني احنا بنلاحظ أفعال أو أحداث طائفية بتظهر دون أسباب حقيقية، غير أن هم بيفتعلوا أي أزمة لإثارة هذه الأحداث.
وبالتالي الورقة الطائفية بتستخدم من فترة كبيرة في حالة إذا ما حصل هجوم على النظام الحاكم، أو إذا ما رأى النظام الحاكم أن سلطته في خطر سيبدأ يتلاعب بورق الدين ويبدأ يتلاعب على الورقة الطائفية اللي بيتم استخدامها. وده اللي شايفينه طبعا قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي ظل الأحداث المؤسفة اللي تقع في مصر من حوادث وأزمات اقتصادية كارثية في عهد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بنلاقي ورقة الطائفية بتعلو مرة تانية. يعني رغم أن هذه الورقة ما شفناهاش في أثناء الانتخابات الرئاسية، لأن طبعا الأمر كان محكوم بيد جماعة الإخوان، لكن الأمر الآن حينما وصلت جماعة الإخوان إلى السلطة نشاهد الآن مرة تاني التلاعب على الطائفية ومحاولة التلاعب على ورقة الدين وتقسيم الوطن كما يريدون. إيه اللي بيساعد إن الحاكم أو السلطة الحاكمة أو السلطة السياسية اللي على الطب زي ما بيسموها إنها تستخدم هذه الورقة؟ إيه اللي بيساعدهم؟ هل هي سياسة القطيع لأن عنده ناس كتير قوي بتسمع كلامه دون أن تدري أو أن تحقق هو عايز إيه من ورا ده، ولا هو زرع كراهية من فئة معينة ناحية المجتمع ناحية فئة أخرى، ودي كانت بتستخدم على فترات طويلة وأثارها موجودة الآن، ومثل الحاكم دلوقتي ممكن أن يستخدم أثارها كإحياء للعبة الورقة الطائفية مرة أخرى؟ والرسالة الموجهة من الحاكم للشعب المصري والرد عليها من المجتمع المصري المفروض يبقى إيه؟ أهم من المناخ مساعد جدا النظام الحاكم إن هو يتلاعب بهذه الورقة. يعني أولا ما ننساش المجتمع المصري من فترة طويلة من بداية السبعينات وهو بيتم شحنه من قبل التيارات الإسلامية والتيارات الوهابية، وده ساعد وهيئ الشارع ان هو يتلقى مثل هذه الدعاوي وتعزيز روح الكراهية والتعصب عن طريق القنوات الإسلامية الخاصة اللي فيها شيوخ الفتنة. اعتقد كل ده طبعا ادى فرصة انه يستخدموا السياسة القطيع. وبالفعل يعني احنا في المجتمع المصري يطلق الآن على أنصار الإخوان أو السلفيين الخرفان، ودي لغة بيستخدمها حاليا كل الشارع المصري من مسلمين وباطن، هم فعلا عندهم خرفان بيتم صيغها كما يريدون وفي الوقت اللي هم بيحتاجوه إن هم يفعلوا مثل هذه الأمور. فهذه الأمور أصبحت الآن المجتمع المصري مهيئ لإشعال أي فتنة، لأن هناك تيارات ظهرت أيضا جديدة زي التيارات السلفية وجماعة والجماعات الإسلامية والتيارات السلفية الجهادية كمان اللي أصبحت حرة في العمل داخل المجتمع المصري بتقبلها داخل المجتمعات الفقيرة والأمية واستخدامها لعملية المال في إطلاق اللحية أو النقاب أو غيره نتيجة الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها المجتمع المصري. فأعتقد هي الورقة الأسهل الآن لنظام الحاكم إن هو يستخدمها في مصر، وما أسهل أن يفعل ما يشاء عن طريق الدين في هذا الوقت، خاصة إن هو الآن في مأزق. هو مأزق لأنه أصبح الآن لعبته مكشوفة أمام قطاع كبير من المصريين اللي هم كانوا مخدوعين فيه، أصبح الآن أيضا في مأزق نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية، ومصر على مقرب من الإفلاس إذا لم تحصل مصر على الصندوق او النقد او المنحه او القرض من صندوق النقد الدولي. اعتقد مصر هتكون في شهر فبراير او 3 بالكثير على مقرب من اشهار الافلاس. تزايد الحوادث وتزايد الازمات الغير قادره الحكومه على حلها حكومه الاخوان، ده اصبح الان ان الامر الذي يجب الهاء الشعب المصري فيه هو الفتنه الطائفيه، وده اللي بيتم استخدامه الان في احداث بتظهر، واعتقد انها هتتزايد الفتره القادمه بشكل كبير وبشكل مخيف. لان ورقه الفتنه الطائفيه يعني دي ورقه بيتم استخدامها دائما حينما يضعف النظام. تمام. المجتمع المصري بقى المفروض ان هو يقاوم استخدام هذه الورقه، كيف
يقاوم المجتمع المصري بكل طوائفه المدنية الحضارية المتقدمة المثقفة هذه الورقة التي تحرق مصر. الحقيقة طبعا احنا ما قدرش نقول ان التيارات المدنية حتى الان قدرت انها توصل يعني تصل الى الشارع المصري بالشكل المطلوب، خاصة في المجتمعات الريفية والمجتمعات العشوائية اللي سيطر عليها الإسلاميين من فترات طويلة من أيام نظام مبارك، وهم قدروا يتوغلوا وقدروا يعملوا قواعد شعبية قوية في المناطق الريفية والمناطق العشوائية على مبدأ السمع والطاعة، وده اللي بيستخدموه عن طريق المقاومة. اعتقد انه طبعا يعني الثورات المدنيه نجحت انها تكشف جزء من فكره الاخوان. الوقت بنلاقي الشارع الراجل البسيط في الشارع المصري يعرف من هي جماعه الاخوان المسلمين. يعني قبل ظهور جماعه الاخوان كان دائما عندما ينتقد احد جماعه الاخوان المسلمين فكانه كان ينتقد الدين، لانهم كانوا يشعرون ان الجماعه هي اللي تمثل الدين. لكن الان الوضع اختلف تماما، فالان الرجل البسيط يعلم ان هي جماعه الاخوان المسلمين، انها تتاجر بالدين، انها تستخدم الاكاذيب من اجل السلطه، وايضا الجماعات السلفيه التي ظهرت في الفتره الاخيره. لكن يظل الامر داخل العمل داخل اولا القطاعات الريفيه واللي بيسيطر عليها حتى في المساجد الاوقاف بيسيطر عليها جماعه الاخوان المسلمين وفي بعض المناطق العشوائيه. التيارات المدنيه عليها أن تبدأ العمل في إذا أرادت أن تقف أمام هذه التيارات فعليها أن تبدأ في هذه المناطق. فالأمر هو عملية أن يكون هناك تيارات داخل المناطق اللي بيسيطر عليها الإخوان المسلمين. تمام. وده هو مصدر قوتهم، الفقر والأمية هي مصدر القوة الخاصة لجماعة الإخوان المسلمين. وأعتقد أنه يعني حينما رشح أحد طلب من ترشيح احد المثقفين لوزاره التعليم والثقافه سوري وزاره الثقافه طلب دعم مالي كبير لمحو الاميه، وحينها رفض محمد مرسي هذا الطلب لانه يعلم ان هذا محو الاميه سيكون نهايه لهذه التيارات التي تعتمد على هذا الامر من ترويج فكره الدين. تمام. هل يعتبر حكم المحكمة على السيدة التي حكم عليها ب 15 سنة لمجرد انها حاولت تغير الاسم بطريقة او بحسن نية بطريقتها هي وبمساعدة زي ما بيتقال في الاعلام بمساعدة ناس في السجل المدني والحكم عليها وعلى اولادها ب 15 سنة، وده حكم انا بعتبره ضد الانسانية كلها، هل ده برضو من استخدام ورقة الطائفية الان في هذه اللحظات ضد المجتمع المصري وابرازها انه هم مفاصل الدوله ماسكينها، سواء شرطه ممكن يمنعوها عشان يتم الاعتداء على الكنائس، سواء قضاء ممكن يخلوه يصدر حكم بعقوبه يعني لم نسمع عنها في قوانين او كتب القانون ب 15 سنه لمجرد تغيير اسم في شهاده؟ يعني حضرتك شايف ده امتداد لاستخدام الورقه الطائفيه ولا ده حاجه تانية؟ الف سلامة. الله يسلمك. هو دلوقتي يعني في ازمه انه مش استخدام الورقه الطائفيه فقط، ولكن ده في اطار خطه التمكين اللي بتستخدمها جماعه الاخوان المسلمين وتعمل عليها من فتره كبيره، وهي اخوانه مؤسسه الدوله، وهي لديها بالفعل الخلايا النائمه التي كانت في عهد مبارك وكانت تتبع جماعه الاخوان المسلمين ولكن لم تعلن عن ذلك صراحه. وهذه الخلايا النائمه هي الخلايا التي تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين الآن في تحقيق أهدافها. وده بشوف إنه إن للأسف الشديد إحنا مش بنتكلم على القضاء، لكن هنتكلم على مؤسسة الدولة بالكامل سقطت الآن. بالفعل لا توجد دولة مؤسسات، ولكنها بالتعبير الصحيح هي دولة غد، لأنه القضاء يعتمد لا يعتمد حتى على القانون. إذا الحكم اللي صدر ضد السيدة ب 15 عام احنا حتى الان لا نجد تفسير لهذا الحكم. اذا كانت حكمت عليها بتهمة التزوير لانها قامت بالتزوير في اوراق رسميه لانها غيرت او عادت الى ديانتها التي كانت تعتنقها من قبل المسيحيه، فالمعروف ان تهمة التزوير طبقا للقانون المصري اقصاها 5 سنوات سجن، وبالتالي احنا مش عارفين نفسر 15 سنه سجن ليه.
ولادها خدوا حكم ليه؟ يعني ولادها ذنبهم ايه؟ هي اللي زورت. اولادها قُصر، يعني في اولاد من اولادها السبعه قُصر، وبالتالي برضه 15 سنه سجن ليه؟ يعني اعتقد الموظفين اخذوا اقصى عقوبه هي عقوبه 5 سنوات، لكن دي تجاوزت هذه العقوبه بالتالي. وبعدين ازاي اربع موظفين هيشتركوا في قضيه تزوير وهو المفروض هو واحد بس اللي بايده الامر ان هو يشطب السجل او لا؟ هو اتحكم على سبعه موظفين مش اربعه. سبعه كمان. سبعه، فلا يعني ده امر غريب جدا. بنلاحظ زي كمان يعني الحكم انصدر على ال 12 في ابو رقاص، يعني 12 بمؤبد حتى اذا كان هناك اثنين اتقتلوا اثناء الاحداث الطائفيه، ما نعرفش ال 12 اتحكم عليهم برضه بالمؤبد ليه. فهناك احكام احنا الحقيقه مش قادرين ان احنا نشوفها بتتم ازاي، لكن واضح جدا ان الامر الان يا استاذ عادل اختلف تماما عن الفتره الماضيه. تمام. احنا في الفترة الماضية كان لدينا هناك نواجه خلايا او اشخاص متطرفين داخل المجتمع المصري، وهناك استخدام من نظام مبارك في احيان كثير للورق الطائفي. ولكن الوضع الان ان الاباط يواجهون افراد او شعب او جزء من المواطنين المتطرفين حكومة اخوانية ورئيس اخواني، وبالتالي نحن امام جزئين. انك بتواجه مواطن يعني متشرب الفكر المتطرف، وتواجه حكومه تستخدم او تعمل على استخدام الفكر الديني المتطرف. ودي الازمه الكبيره اللي بنعيشها، انك انت مش لاقي جهه تعرف تتكلم معاها او تخاطبها. يعني هتخاطب مين اذا كان هناك زي ما شفنا في احداث قريه المراجده، انت بتواجه مجموعات متطرفه حتى الان بتقوم بتجديد اعمالها ضد الاقباط، وتواجه ايضا حكومه لا تعترف بالمواطنه، حكومه تسعى الى ترسيخ التمييز الديني، حكومه لا تعترف بالاخر، وبالتالي شفنا الافراج عن جميع المتهمين، وكان المنازل والمتاجر التي حرقت ونهبت ليس لها اي فاعل، في حين ان الشخص هذا الرجل المسن اللي اتهموه زور محبوس على ذمة التحقيق، ورغم انه تم اثبات عدم المساس بالطفلة عن طريق الطب الشرعي، وهذا التقرير صدر اليوم ان الطفلة لم يحدث بها اي تحرش او اغتصاب. لا ممكن ما تكونش شافت الراجل في حياتها، يعني هم كانوا جايبينها من حتة وادعوا، يعني الموضوع يعني طفلة سنها 5 سنين هتروح تشتري قماش من فين؟ يعني ما فيش علاقة اساسا. يعني العمليه ابدا مش ممكن ابدا تتركب، يعني مهما يحاولوا فيها عمليه صعبه جدا. راجل عنده 65 سنه وطفله لا تزيد عن 5 سنوات عمر. والغريبه كمان ان الاسره نفسها، اسره البنت يعني لم توجه اتهام للرجل، ولكن بنجد المتطرفين هناك هم من اشعلوا الامر. وده لاعيد السؤال مره ثانيه، هل مباحث امن الدوله ما زالت موجوده وبتتخذ نفس الاساليب بنفس الطريقة بنفس استخدام الورقة؟ إذا النظام ما زال قائما، والذي اعتلى السلطة الآن هو النظام البائد بس بصورة دينية، وأن النظام ما زال مستمرا، وأن ضد الثورة هو الذي نجح ما ليست وليس الثورة. المؤسسات أو الشرطة أو القضاء دائما يخدمون النظام القائم أيا كان هذا النظام القائم. ما هو النظام ما زال قائم، هو النظام ما تغيرش، هو اللي اتغير شخص. هو النظام ما اتغيرش، يعني هو كل اللي اتغير فيه انه بقي نظام بدقن بس، يعني ده النظام الجديد. لبسوه دقن لان هي دي الصوره اللي هم عايزينها، لكن ما زال النظام قائما. استاذ نادر، سؤال اخير على وضع المراه في الدستور، او محاوله تحسين وضع المراه في الانتخابات القادمه بانها تتحط من ضمن الاربعه الاولانيين على القائمة، وأيضا الأقباط وكتة الأقباط المقدمة قبطي على الأقل بحد أدنى لكل محافظة، وأعتقد الاثنين اترفضوا. حضرتك شايف أن مجلس الشورى ما مشهمش ليه، ولا هو يعني هو هي كده واخبطوا دماغكم في الحيط وكل الطوائف دي تمثل أو ما تمثلش ما تفرقش معانا؟ يعني هنكلمك تاني يا استاذ نادر، الصوت تقريبا برضو رجع يبوظ تاني، عايزين نشوف حل في الصوت ده. المخرج ان شاء الله نرجع تاني من بره مش من عندنا. طيب
يعني هو اللي قدم الاقتراحات، وكان في نوع من انواع الاغلبيه، ودي كانت حاجه مش يعني، هل كانت بروباجندا معموله في مجلس الشورى ان الناس فعلا حتى ابتدوا ياخدوا الاصوات بالقيام وليس برفع الايدي، من ان النسبه متقاربه انهم موافقين على وضع المراه في اول اربعه، من اول اربعه، من واحد لاربعه في القايمه، بحيث انها يعني يبقى في عدد مرضي 30 او 40 او 5 او 50 امراه مصريه ممكن انها تمثل المجتمع المصري، لان هي في الحقيقه هي لو طلبت ب 50% من مقاعد مجلس الشعب هي عندها حق، بس للاسف ان بيستخدم المراه مش عارف يعني، المراه المثقفه بتستخدم من هذا التيار لجعل المراه الغير مثقفه ان تتراجع الى الخلف مره اخرى. كلنا شفنا نموذج المرأة المثقفة اللي هم جايبينها في أحزابهم، وهل دي فعلا اللي هيبنى عليها المجتمع المصري بعدين، وهي بتحاول انها ترجع المرأة الى الصفوف الخلفية مرة اخرى. معانا الاستاذ نادر بكار وهيجاوبنا على وضع، انا اسف، الاستاذ نادر شكري. ربنا يخليك يا استاذ نادر، انا اغفر لي المساله دي. دلوقتي يمكن انا كمان كان عشان جبت سيره نادر بكار، كان ليه راي في حكايه المراه وانه ما يتحطش في الاربعه الاولانيين والكلام ده كله، راي السلفيين، ولو ان هم دخولهم في السياسه بيحاولوا يحوروا الموضوع عن سياقه. هو الكوتا بتاعت المرأة اتحطت قبل النظام اللي فات ما يتلغي، كانوا 65 كرسي للمرأة، للأسف انهم اتلغوا بالنسبة للمرأة، ولكن اضيفوا لعدد كراسي مجلس الشعب، ولكن المرأة لم تحتل حتى يمكن 5 أو 6 كراسي في الفترة اللي فاتت، يعني بنسبة 1 إلى 1.5%، ودي نسبة تكاد تكون نسبة الصفر. محاولة وضع المرأة المثقفة كما يراها الحزبين الإخوان والسلفيين أو الحرية والعدالة والنور وخلافه وكل مشتقاتهم، بأنهم جايبين رمز رجعي للمرأة، هي مثقفة حاصلة على دكتوراه على ماجستير، ولكن تنادي برجوع المرأة إلى الخلف، وليست كما تعودنا. وهضرب مثل في عهد عبد الناصر والمرأة في عهد عبد الناصر، برغم كل مساوئ النظام اللي فات، في وقته كان ليه مساوئ ما هواش ايجابيات في كل حاجه، ولكن المراه كانت نشوف شكل المراه في العمل، شكل المراه في المجتمع المصري وقتها، ونتحسر عليه لان ده معناه انه مش راجع تاني. حضرتك شايف رفض الكوتا للمراه ورفض الكوتا للاقباط هيودينا لفين، والمجتمع هيبقى شكله ايه في الاخر؟ اتفضل يا استاذ نادر. يعني انا زي ما كنت بقول لحركة سوري عادل انه اللي بيحصل دلوقتي هي مسرحيه هزيله. التيار الدين الاسلامي شايف انه ده جزء من خطه التمكين ليه، وبالتالي هو هينفذ الخطه اللي هو عايزها، وهيجيب مجلس الشعب هو شايف انه هيخدم مصالحهم، وده اللي خلانا نرفض من الاول وننتقد الاقباط اللي هم وافقوا على التعيين في مجلس الشورى، لانه بالتالي هم هيكونوا الورقه الشرعيه اللي هتتمرر من خلالها كافه القوانين اللي هتخدم هذه التيارات، وفي نفس الوقت هيبقى بشكل قانوني وبشكل يعبر على المجتمع على اعتبار ان المجلس فيه كافه التيارات. لكن التيار الاسلامي السياسي لا يعترف بالمراه، وبالتالي فكره وجود مقاعد كوتا للمرأة بشكل يسمح لهم بالتمثيل الأفضل، أعتقد ده مش هيحصل، لأنه الأمر مرفوض من قبل التيارات الإسلامية وحتى الأقباط، وبرغم المعركة اللي بتدور الآن في مجلس الشورى، لكن التيارات الإسلامية لا تريد أن تدخل في هذا النطاق، لأنها لا تعترف لا بالمواطنة ولا تعترف بقيمة المرأة المصرية. وبالتالي احنا شايفين انه الامر كان يجب ان يكون هناك رفض قاطع من البدايه لمجلس الشورى، وده من ضمن مطالبنا في ثوره 25 يناير القادمه، حل مجلس الشورى، لانه المجلس لا يعبر عن المجتمع، وبالتالي لن يخرج منه قوانين تمثل المجتمع ككل بشكل كامل، وده من ضمن المطالب ان احنا بنسعى او بنطالب بيها. لكن
فكره وضع اقباط او مرأة على قوائم اعتقد انه هيحصل زي ما حصل في الانتخابات الماضيه، انه هيكون بشكل ذكوري او شكل المجامله اللي داس عليها كل حزب، ولكن المقاعد اذا وضعناها لن تكون هناك تمثيل. اعتقد ان الاباط والمراه هيكونوا اقل اعداد في الدوره القادمه، لانه البدايه انا مش بعترف بالمواطنه، وبالتالي مش هيكون عندي التمثيل الافضل لكل المصريين. شكرا جزيلا للاستاذ نادر شكري الصحفي والناشط السياسي على المداخله وعلى الاراء الاعلاميه في حوار ورساله على القناه الفضائيه الابتدائيه. شكرا يا فندم. شكرا يا استاذ نادر. يعني مجملا اللي اتقال ان مصر محطوطه في بوتقه او بالون اختبار كبير قوي، ان بيتغربل علشان تبقى دوله زيها، مش عارف نقول دوله عنصريه، مش معنى دوله عنصريه، اكتر من عنصريه، يعني كلمه عنصريه دي شويه عليها، وعايزين يخلوها وكما يتراءى لهم دوله في خيالهم، عايزين يحققوها انها دوله تبقى متجانسه في كل شيء حسب افكارهم. يعني هم حتى نفسهم منقسمين على ذاتهم، والاحزاب نفسها بتختلف وينشق منها حزب على حزب وراي على راي، وشايفين حضراتكم ان حتى المنشقين عن حزب النور وكونوا حزب الوطن، او اللي انشقوا عن الاخوان وكونوا حزب مصر القويه، او حزب مصر مش عارف ايه، وحزب يعني في احزاب منشقه عن دول ودول. هل ده دي ورقات اوراق سياسيه بتفرض لتجميع يعني الاصوات لصالح التيار الاساسي وهو الحريه والعداله، ام هو ده فعلا خلاف داخلي وانقسام داخلي او بدايه انقسام داخلي؟ ده اللي هنشوفه في الايام القادمه. 25 يناير ناس حتى امل عليها كتير قوي، لكن على فكره يعني هو الشعب المصري مش عايز اقول ان هو شعب عظيم جدا وشعب ما بيسكتش، ولكن شعب صبور، وفي لما تبقى في احلك الحالات اظلاما بيظهر الشعب المصري بشمعه او بضوء يبتدي ينور للمصريين. حصل في 25 يناير 2011 وابتدت ثوره 25 يناير، وقادها الميدل كلاس اللي هي الطبقه الوسطى، وابتدوا تعلى لتغيير النظام، وفعلا كان في شبه او ديكور تغيير النظام اللي ساعد على تاكيد وضع النظام الحالي هو المجلس العسكري، ربنا يسامحه، لان كان هو في ايده ممكن يخلي مصر دوله حضاريه تماما بمدنيه الدوله واقناع الكل، لان هو السلطه المطلقه وهو القوه القانونيه لاستخدام الردع في ان الكل يبقى متساوي والمساواه والقانون. لكن هو راى ان هو السياسه هي اللي هتلعب دورها. سيس المجلس العسكري، سيس الجيش المصري، ومن قبله الداخلية، والآن محاولة تأسيس القضاء، ده إن كان لم يسيس بالفعل، فالعملية إن مؤسسات الدولة قد سيست لصالح طيارات معينة، فربنا يستر على مصر. معانا الأستاذ منير بشاي، الأستاذ الصحفي والسياسي أيضا ورئيس جمعية أقباط كاليفورنيا. برحب بيك يا أستاذ منير. أهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك. عودة لاستخدام الورقة الطائفية والقديم الجديد الحديث الذي يدفع ثمنه كل المجتمع المصري، ولكن بخاصة الأقباط في أمنهم، في ممتلكاتهم، في كنائسهم، في عباداتهم، في علاقتهم مع الدولة وليس مع الآخر، لأن احنا عارفين ان في وصايا في المسيحية عموما ان بنحب كل الناس حتى المعتدين علينا، ولكن استخدام ورقة الطائفية في الجور على هذه الفئة اللي هي من الشعب المصري وأصيلة أيضا، حضرتك شايفها إزاي؟ وليه الحاكم بيلجأ إليها؟ وإيه السبل من المجتمع لمحاربة استخدام هذه الورقة فيما بعد إن أمكن؟ هو الوضع اللي احنا شايفينه يعني كان واضح من البداية، وأنا شخصيا كتبت في كثير من المقالات، لأنه ده جزء من الأيديولوجية بتاعة الإسلام السياسي وعلى رأسها نظام الإخوان. وإن كان يعني في وقت ما كنا بنقول هذا الكلام كان هنالك معارضة للأسف من ناس أحترمهم جدا، مفكرين أقباط وغير الأقباط، وكانوا بيقولوا إنكم أنتوا يعني
مش شايفين الامور بوجه صحيح، وان الاخوان دول بتوع زمان اتغيروا، وما هماش الاخوان اللي كانوا من ايام حسن البنا وكل هذا الكلام. لكن طبعا واضح ان الايديولوجيه لم تتغير، وان كانت اتغيرت التكتيكات المعينه اللي هم بيتبعوها، وهي تكتيكات للوصول الى الهدف او ما يسمى في العقيده الاسلاميه باسم التقيه، وهي انك انت تغير من رايك لكن لا تغير من ايديولوجيتك، فتغير لمجرد كسب الموقف اللي انت موجود فيه واللي انت مستضعف فيه الى ان تقوى، فتغير بعد ذلك كل شيء لترجع الى اصله تماما، وهو يعني مبدأ معمول به من كتير من التيارات الاسلام السياسي، ولا يجب ان نخدع من كلامهم حتى لو حلفوا 60 يمين ان هم مش هيعملوا ده او ده او ده. هذا جزء من التقية، لأن الحلفان في هذه الحالة مقبول عند الله، والله سيغفر لهم الحنف في اليمين. هو في سؤال هنا بيفرض نفسه بس على حتة الأيديولوجية، اشمعنى في مصر اللي بيحصل الكلام ده؟ يعني في إيران في جالية يهودية وفي جالية مسيحية، من الحين والآخر ممكن أن تستخدم الورقة الطائفية ضد المسيحيين إلى في حدود، ولكن ضد اليهود ما سمعناش في إيران مثلا. في دول الخليج ما لقيناش استخدام لهذه الورقة تماما، لأن أعتقد أن الحاكم ما بيلجأ لهاش خالص في بعض الأماكن، لكن في مصر حاجة خاصة. اشمعنى الأيديولوجية في مصر اتفصلت على مقاس اللقباط؟ يعني الأيديولوجية لم تتغير، والأيديولوجية ضد المسيحيين وضد اليهود أكتر أكتر وأقوى وأشنع. أوكي، وإن كنا لم نرى مواقف مشددة ضد اليهود فليس لأنهم لا يكرهوهم، ولكن السبب هي لعبة مصالح. حاليا النظام الإخواني محتاج لأمريكا، وأمريكا لا يمكن أن تستغني عن إسرائيل، والنظام الإخواني لا يستطيع أن يواجه إسرائيل. تمام. فحاليا الوضع الأمثل ليهم ان هم يعني زي ما بيقول المثل يتمسكن حتى يتمكن، فهم دلوقتي بيعاملوا اسرائيل كمعاملة كالاصدقاء وكالاخوة الحميمين. لكن طبعا يخيل على مين هذا الكلام، اذا قويت شوكتهم واستطاعوا ان هم يعني يحاربوا اليهود سوف يحاربوه، يعني ده امر يعني لا شك فيه، بس هم ليسوا حاليا في مرحلة القوة. يعني زي ما احنا عارفين في مراحل في الجهاد الإسلامي، في مرحلة الاستضعاف ومرحلة القوة ومرحلة الجهاد وكل هذه المراحل. هل الكلام ده في مصر ولا عموما في كل الدول الإسلامية؟ الكلام ده مبدأ إسلامي، مبدأ إسلامي، بس يعني بيطبقوا تيار الإسلام السياسي بالذات. يعني أنا ما أقدرش أقول إن كل مسلم عنده هذه المبادئ، لكن أنا بقولك المبدأ ده موجود. مبدأ موجود. فالناس اللي هم يعني يؤمنوا بالجهاد لإخضاع العدو ونشر الإسلام، ومع الإسلام احتلال الدول والأراضي وكل هذا الكلام، ده تيار الإسلام السياسي. ده مبدأه الثابت الذي الإسلام الجهادي بقى مش السياسي، يعني ده الإسلام. نعم. الجهادي. الإسلام السياسي بيقول عكس ده، يعني هو بيؤمن بده ولكن بيقول العكس، يعني الإسلام بيقول العكس. علشان هو في مرحلة الاستضعاف. تمام. أوكي، لما يقوى هيقول الأمور على حقيقتها ولا يغير فيها. أوكي، لأنه هو في وممكن يكون مرحلة الاستضعاف دي مع فئة وليس فئة أخرى. يعني في مرحلة الاستضعاف دي حاليا مع اليهود، يعني لان هم اضعف من اليهود، فهم بيمارسوا مع اليهود المرحلة دي، مرحلة الاستضعاف، لغاية لما يقوم. لكن هم مع المسيحيين مش محتاجين ان هم يتظاهروا بالضعف. فتبص تلاقي ان كان في هنالك مواقف معينة فعلشان خاطر يكسبوا رأي العام العالمي، لكن من ناحية تانية يعني لما بيحصل كل الاعتداءات وكل
وكل الظلم وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي اللي بتحصل من مسلمين متعصبين يعني متطرفين، وبيحصل كمان من ناحية الدولة انها لا تهتم. اوكي، جايز الدولة ما بتظهرش بمظهر اللي بيضطهد للأقباط، لكن في اضطهاد غير مباشر وهو انها ترى الامور فتسكت ولا يعير يعني يعيرها الامر في شيء. فكل هذا نوع من الاضطهاد الغير مباشر. طب الحل من وجهة نظرك استاذ منير في ان الورقة الطائفية دي عايزين نقطعها سويا، المجتمع المصري او العقلاء سواء كانوا من الاقباط او من المسلمين المعتدلين، بغض النظر عن الايديولوجية اللي بتقول ان الاسلام اسلام جهادي واسلام مش عارف ايه، لكن في كتير قوي ما بيؤمنيش بالحاجات دي، وكل الاراء دي بيقولوا انها اراء متطرفة، انا معاهم. طب علاج ورقة الطائفية واستخدامها حينما يفقد الحاكم ثقته بالشارع المصري، او يفقد في الحاكم الثقة من الشارع المصري، حضرتك شايف المجتمع ممكن يرد ازاي؟ اللي ممكن ان يحصل، طبعا لا يمكن للتيار ده انه يغير من مبدأه، ده مبدأ راسخ وموجود فيه، بس احنا ممكن نخليهم باستمرار في مرحلة الاستضعاف ونوصلهمش الى مرحلة القوة ومرحلة الجهاد معا. اوكي، وده يجي ايه؟ وده يجي عن طريق اننا نقوي جبهتنا. فقوة جبهتنا هذه اولا نتحد مع بعض كمسيحيين من اجل غرض، ونفهم يعني اهدافهم ايه ونفوت عليهم هذه الفرصة، وكمان نتحد مع المسلمين المعتدلين من غير التيار الاسلام السياسي اللي هم نفسهم برضو ممكن يكونوا هدف لهؤلاء لهذا التيار الاسلامي. اوكي، وثالثا اننا نتحد مع او نعلن الحقائق دي للعالم الخارجي، للعالم المسيحي سواء في اوروبا او في امريكا او في روسيا او كل العالم المسيحي ده، نوضح له ونفضح له هذا المخطط الموجود للاسلام السياسي، لانه يبدو يا اما هم مش فاهمينه كويس، يا اما هم فاهمينه وبيحاولوا ان هم يستفيدوا منه لمصالحهم الشخصية. طبعا كل واحد بيلعب لمصالحه الشخصية، ونحن لا نلوم الناس انها تحاول انها يعني تحصل على ما يوفي مصالحهم الشخصية، لكن احنا كمان لينا مصالحنا الشخصية يجب اننا نراعيها، ويجب اننا نجبر الاخرين عن طريق ال عارف اللي مثلا بيقول الزن على الودان، ان احنا اكتر من السحر. تمام، اي اكتر اهم من هو السحر. اللي انا عايز اقوله، هل هي مصالح من الدول الكبرى على اساس مع الاسلام السياسي الان لاظهاره، هل هي مصالح ولا هي مشكله تشخيص المرض، ان هو المرض الكل طبعا في دوله مدنيه ودوله علمانيه مش قادرين يتخيلوا حجم هذا المرض، الا انهم يبتدوا يحطوه في ارض الواقع في صورة حكومات وصورة سلطات على الارض، حتى والسلطات دي والحكومات دي هتبقى محدودة، لان الامكانيات سواء كانت في مصر او تونس او حتى سوريا امكانيات كلها محدودة، ولكن هم بيظهروا المرض اكتر حتى يضعوا حلول سلمية، مش عايزين حروب تاني، يعني ده نوع من انواع المعالجات الحضارية لما يسمى بالمرض الايديولوجي اللي عشناه بقالنا فيه 1000 سنة. في ناس بتفسره بده، وفي ناس تانية بتفسره ان المصالح بغض النظر عن الايديولوجية الموجودة ومن يدفع الثمن، ودفع الثمن قبل كده مسيحيين العراق، وقبل كده مسيحيين لبنان، والان في تونس ومصر، وممكن يبقى سوريا لو حصل فيها حاجة ان المسيحيين في هذه الاراضي او في هذه الدول ستدفع، بغض النظر سواء هم ليهم مصلحة في ده او لا، بيحاولوا يخففوا الاحتقان بشوية عبارات إعلامية أو مواقف سياسية لسانية فقط، وليس في التعامل بين قوة دولة ودولة أيضا أقل منها قوة لابد أن مش تخضع ليها، ولكن لابد أن تستجيب، لأن التعاملات الاقتصادية بتخلي أن هو لابد أن يكون مستجيبا لقوانين الأمم المتحدة وقوانين حضارات الإنسان. حضرتك مع أنهي رأي؟ انا اعتقادي انها يعني غالبا هي خليط من كل هذه الامور، يعني في نسبه معينه من عدم الفهم لهذه التيارات الاسلاميه، ويمكن بيخلطوا
بينها وبين اللي هم اقتناعهم بان الاسلام كما جربوه اوكي ما كانش مضر بالنسبة ليهم، خصوصا دولة كامريكا، لان طبعا احنا عارفين ان علاقاتهم بالسعودية وبالكويت والبحرين والقطر علاقات جيدة جدا، لدرجة ان هم عندهم قاعدة في قطر اوكي، وفي معاملات يعني مالية على اعلى مستوى واستثمارية بين الطرفين، من السعودية في امريكا ومن رجال سياسيين كبار زي عائلة بوش والعائلات الغنية الكثيرة جدا في استثمارات للبترول في السعودية. فالمعاملات الأمريكية على نطاق المسؤولين والأفراد والدولة يعني الدولة الأمريكية مع بعض الدول الإسلامية معاملات جيدة جدا، وهم يعني جايز الغلط اللي هم بيبيعوا فيه إن مدام المسلمين معانا كويسين في كل هذه البلاد فإحنا ما عندناش مشكلة في التعامل مع المسلمين. أوكي، نيجي لما نقول لهم طيب انتوا بتتعاملوا مع دول فيها مصالح مشتركه، هي محتاجه لحمايتكم وانتم محتاجين لبترولهم، والتبادل المصالح ماشي للطرفين فما فيش مشكله، لكن التعامل مع الاسلام السياسي انت دخلت في اطار تاني خالص بعيد عن هذه الاطارات. فيجي يقول لك يمكن الرد يقول احنا عارفين الحاجات دي برضو اوكي وعاملين حسابها، واحنا لما بنعمل خطة معينة ما بنعملهاش خطة على مدى مثلا 30 او 40 او 50 سنة اوكي، لكن احنا بنعمل خطة مثلا لمدة 5 سنين اوكي، في ال5 سنين شايفين اننا ممكن اننا نتعامل مع طيار الاخوان المسلمين، واذا استمروا كويسين ممكن اننا نمدها، لكن اذا اكتشفنا انهم يعني مش كويسين معانا ممكن اننا نغير الخطة دي بعد كده، يعني في نوع من المرونة بحيث انهم لو اكتشفوا مشاكل مع هذا التيار الاسلامي يستطيعوا انهم يغيروا خطة، وانا اعتقادي انهم ابتدوا يلاقوا مشاكل كثيرة معاه حاليا اوريدي، خصوصا ما حدث لي في سفارة امريكا في ليبيا، واحراج امريكا بانهم بيعيدوها باشياء ويجوا من وراها يعملوا اشياء اخرى، خصوصا موقفهم بالنسبه لحقوق الانسان ان كان من اتجاه المراه او من اتجاه الاقباط او المسيحيين، كل هذه مبادئ ومثل يعني بتهم امريكا وتهم ان الاخوان يعني يتمسكوا بيها. فلغاية دلوقتي الشعور كما يظهر من تصريحات المسؤولين الأمريكيين الشعور لهم أنهم غير راضين عن أداء الحكومات التي ظهرت سواء في مصر أو في أماكن أخرى من التيار الإسلامي السياسي، غير راضين لهذا الأداء بالنسبة لمبادئ حقوق الإنسان اللي تهم أمريكا. ف يعني انا يعني اجد ان في تخبط في السياسه الامريكيه في هذا الامر، في بعض الناس يعني ينسبوه لجهلهم الكامل، انا ما اعتقدش ان هو جهل كامل، يمكن في نسبه بسيطه من السذاجه او الجهل، لكن في اسباب اخرى تانية كثيره بتلعب في الجيم ده او اللعبة دي اللي هم بيلعبوها مع بعض، والسياسة معقدة، يعني ما هياش حاجة واحدة كده سطحية نقدر نقول نحط صبعنا عليها، يعني غالبا بتكون اكتر من سبب واكتر من اتجاه، وتبص تلاقيهم احيانا بيتناقضوا مع بعض واحيانا يعني بيتصادموا مع بعض. فبلاش نظلم امريكا ونقول انها مع الإسلام ضد المسيحيين، لا هي مش كده بالظبط، هي يعني عايزة كل الأشياء أوكي،
وتريد أن كل شيء يتحقق سواء مصالحة وهي طبعا نمرة واحد، ومصلحة إسرائيل وهي نمرة اثنين، وبعدين تيجي بعد كده هو مصالح حقوق الإنسان والأقليات المسيحية في الدول العربية، وكل دي موجود وما تزال جزء من اهتمامات أمريكا. ما يجبش أننا نظلم أمريكا ونقول أنها لا تهتم بهذه إطلاقا، لا، هي جزء من اهتمامات أمريكا ولكنها لا تقع في المرتبة الأولى. تمام. سؤال أخير أستاذ منير على الحوادث. كل يوم بنصحى بنلاقي حوادث في قطارات، حوادث قتل غير عادية، حوادث عدم تأمين مكان، حوادث عقارات بتنهار، حوادث من كل يعني مكان في مصر، والحقيقة هي كوارث مش حوادث، والحكومة لا تقدم استقالتي. هل هذا المظهر ان الآن هي الجماعة اللي ماسكة الحكم لا تؤمن بمظاهر الدولة المدنية، ان لما يبقى في مسؤول واحرج بحادثة كبيرة زي دي انه يقدم استقالته؟ وحتى في الاعلام المصري بيقول له لما يوصل العدد كام من القتلى والجرحى تقدم استقالتك ولا مجيب. حضرتك شايف هل ده سوء ادارة ولا هم كده خدوها عافية وصندوق عافية واخبطوا دماغكم في الحيط، ولا شايف ده مظهر من مظاهر انه ده لسه جماعة بتبتدي والناس عايزة تديها الفرصة كما يدعون، ولا المنظر حضرتك شايفه ازاي؟ لان من بره اعتقد ان الناس بتشوف المنظر يعني مكتمل، فحضرتك ممكن تكلمنا عن الجزئية دي؟ اتفضل. انا اعتقادي الحاجات اللي بتحصل سواء يعني حوادث القطارات او العمارات اللي بتقع او في حاجات يعني من هذا الصنف، ما لا اميل ان انا الوم النظام الحاكم النهارده عليه، لان دي يعني مرافق يعني من 50 سنة او اكتر وهي متهالكة. اوكي. ولا الوم حتى الراجل اللي قاعد على المزلقان او السواق القطر او لان ده هيعمل ايه يعني، والعامل حتى اللي بيعمل الصيانة برضه هيعمل ايه، لانه برضه عم محتاج ان هو ياكل لقمة عيشه وانه يشتغل بره علشان يقدر يكفي. فهي مشكلة يعني متشعبة من جميع الجهات، لكن طبعا اللوم يقع على النظام الحاكم ولو انه مسك الحكم قريب، انه لغاية دلوقتي ما ورناش ان عنده مشروع لعلاج الاشياء دي. انا ما توقعش منه انه هو في الحال يعالجها، اوكي، لكن على الاقل يبدا في مشروع لكي ما يعالجها على مدى شهور او سنين، لكن نلاقي مثلا ان في تحسن. يعني اللي انا شايفه واللي اقدر الوم عليه النظام حاليا ان هو ولا هو هنا، يا اما ان هو لا يبالي او لانه مش فاهم المشكله ايه. وطبعا دول ناس يعني معظمهم دخلوا في هذا العمل عن غير تخصص، يعني واحد مثلا كان استاذ في كلية الهندسة بقى رئيس جمهورية ما فهمش شيء في السياسة، او واحد يتحط مثلا رئيس مثلا قطاع معين وكل مؤهلاته ان هو قيادي اخواني. اوكي. غياب الكفاءات وغياب وجود مشروع قومي يعني غير مشروع ان هم يستولوا على السلطة، انا بتكلم على مشروع قومي لتحسين البلد وتحسين مرافقها وتحسين اقتصادها وتشغيل العاطلين ووضع البلد على الخط الصحيح السليم لكي ما تنهض ولكي ما تعالج كل مشاكلها. هذا كله مش موجود حاليا. يجب ان يعلنوا يقول ايه مشروع. حكاية المشروع النهضة والكلام الفاضي ده ثبت انه شيء خيالي لا يقبله انسان. احنا نريد اننا نرى الحكومة تعلن عن خطوات معينة لتتخذها لاصلاح كل المشاكل اللي حضرتك كنت بتكلم عليها، سواء قطاع القطارات وكل الاشياء، والعقارات والكباري والامن الغائب والامان
والاقتصاد والسياحه اللي ضاعت، في اشياء كتيره يعني حاليا. السياحه دي ضاعت عن عمد، هم متعمدين. ما ضاعت، ضاعت عن تطبيق للايديولوجيه الاسلاميه اللي هم بيؤمنوا بيها. هو ده الظاهر بس، لكن هي في الـ في الـ في الـ في الباطن او من تحت الترابيزه هو التقليل من السياحه لخفض اثمان المنشات السياحيه لدخول قوى شرائيه اخرى تستطيع ان تشتري زي ما بيسموها غزوه السياحه، هنسمع عنها فيما بعد. طيب يعني لو كان ده صحيح، يعني هتقدر مصر تستمر قد ايه ب يعني بلد كانت قائمه اساسا، يعني اهم دخل ليها السياحة، تقدر تستمر قد ايه في يعني وجود ضرب للسياحة، اوكي، وتقدر تستمر قد ايه في وجود الارتفاع الاسعار المخيف مع المرتبات الضئيلة واضطرار الموظف ان هو يشتغل وظيفة واتنين ويروح شغله وهو في حالة ضعف وانهاك جسماني، وبعد كده طلبه ان هو يعمل صيانة سليمة للقطارات ويحافظ على المزلقان بتاع القطارات ويعمل كل الحاجات دي بمجهود واحد عنده يعني صاحي 100% وعنده قوة يعني ونشاط وحيوية يقدر يقوم بها كل هذه الأعمال، اللي انت بتطلب المستحيل. اوكي، في الأول ادي الناس دي مرتبات كويسة يستطيعوا ان هم يكتفوا بها عن ان هم يشتغلوا وظائف اخرى، وبعد كده هو طالبهم ان هم يقوموا بعملهم اللي هم بيقبضوا عنه ما هي في الحكومة يقوموا به 100%. ما تقدرش تطالب واحد فوق قدراته، والموظف حاليا لا يستطيع ان يعطيك 100% من مجهوده لانه بيستخدم هذا المجهود في اماكن اخرى كثيره لكي يجد ما يعني يشتري به لقمه عيش. تمام. فلازم يكون في نظره واقعيه للامور، ولو تطالب انسان فوق طاقته لن يعطيها لك، لان يعني منطقيا لا يستطيع انسان ان يقدم فوق ما يستطيع. ما ليس عنده. أستاذ منير، تعليق أخير ورسالة موجهة للشعب المصري ولإخواتنا كلهم في مصر، المصريين بكل طوائفهم. الحكم الحالي واخدهم وسواء القطر زي ما بيقولوا داخل في حارة سد، والخط وصل إلى نهايته ومفيش مسار ومفيش تقدم أو مفيش حتى مظهر لمظاهر إن إحنا بنتقدم، المظاهر كلها متقهقرة إلى الوراء، والمسكنات حتى اللي بناخدها دلوقتي ما عادتش تنفع مع المرض الاقتصادي اللي أصاب مصر، وعمال الجنيه عمال يتبهدل أكتر ما هو متبهدل قبل كده. فحضرتك شايف الحل أو الرسالة الموجهة للشعب المصري، الحل في إيد الشعب، الحكومة مش هتتنازل عن اللي هي حققته من مكاسب سياسية واعتلاء للعرش المصري، لكن الحل أعتقد في إيد المجتمع المصري بكل طوائفه سواء كانت مدنية أو دينية، لأن المفروض أن اللي يحكم يراعي المصالح المواطنين جميعا ومصالح الدولة في المقام الأول، وليس بهذا الشكل وبهذه الإدارة التي يصفها البعض بأنها سيئة. أنا بقول أكثر سوءا، لأن ما هوش عملية حظ ولا نحس زي ما بيقولوا، هي عملية إدارة من الأول للآخر. وحضرتك أجبت أن العامل بيروح ثلاث أربع وظائف، فهو مجرد حضور في الوظيفة وليس أداء للوظيفة. حضرتك شايف المجتمع المصري ممكن يعمل إيه بكل طوائفه على أساس أنه يحصل تحسن، لأن الحكومة واضح أنها بتقول لهم اخبطوا دماغكم في الحيط، إحنا وصلنا واللي أنتوا عايزينه مش هيتم، لا عدالة اجتماعية ولا حرية ولا غيره، كل الكلام ده أنتوا بتقروا عنه في الكتب مش هيتنفذ على أرض الواقع، وده واضح جدا. حتى الإعلام اللي بيقولوا متحدث باسم الدولة بيقول هذه الأشياء أو كلها مجتمعة مع بعض وإن كانت من جهات مختلفة. فحضرتك في رسالة قصيرة للمجتمع المصري، أنتوا عشان تنهضوا تعملوا إيه؟
يعني انا ما اقدرش اطالب الشعب المصري ان يعمل اكثر مما هو يعمل الان من ناحيه الشغل والعمل يعني وصل لاخر طاقته، لكن يعني من ناحيه يعني اقدر اقول لا تفقدوا الامل في التغيير السياسي لمصر، حتى ولو كان يبدو انه صعب، لكن الاستمراريه في اي شيء سوف تأتي بنتائج على المدى الطويل. ف يعني لن يعني أطالبهم من أنهم يقفوا ويعترضوا على ما يجري داخل مصر، خصوصا في مظاهرات 25 يناير القادمة. أتمنى أن ملايين الناس في كل مصر تخرج لكي تعلن استياءها، لكي تعلن أنها غير راضية عن هذا الوضع. على الأقل يعني ممكن أن الحكومة تاخد نوت أن الشعب غير راضي، وإذا سكتوا فيقول لك خلاص هم سكتوا وهيرضخوا لنا، لكن استمرار الاعتراض سوف يعطي رسالة للحكومة أن الشعب لن يسكت ولن ينسى. وكمان أهم من دي أن العالم الخارجي يعرف أن الشعب المصري غير راضي عن الظروف التي يمر فيها، ودي مهمة جدا جدا. واعتقد ان التغيير اللي حصل في مصر واللي خلى امريكا تنفض ايدها عن مبارك، انهم لما رأوا المليونات اللي كانت بتطلع في مصر اعتراضا على سياسة مبارك، فقالوا ان هذا الشخص ليس له شعبية في مصر وينبغي اننا نرفع يدنا عنه. فياريت ان الشعب المصري يعلن عن مشاعره الحقيقية واستياءه من ما يجري داخل مصر. هذه الاعتراضات والتظاهرات مهمة جدا، مش بس للنظام الداخلي اللي يحكم مصر الان، ولكن للعالم الخارجي. ولا تستطيع يستطيع اي دولة انها تغير شيء الا بضغوط خارجية، فهذه الضغوط مهمة للغاية. تمام، شكرا جزيلا للأستاذ الصحفي والسياسي الأستاذ منير بشاي رئيس جمعية أقباط كاليفورنيا. شكرا يا فندم. معنا مداخلات من ناس بيتابعونا كويس قوي، منهم الأستاذ جورج مخيل. مساء الخير يا أستاذ جورج. مساء الخير يا أستاذ عادل، كل سنة طيب. كل سنة وحضرتك طيب. أعرف النقطة حضرتك فاضل دقايق بسيطة، هعمل مداخلة معناها من نقطتين بس بسرعة جدا. اتفضل. حضرتك النقطة الأولانية على موضوع الكوتا، والنقطة الثانية على موضوع الورقة الطائفية. تمام. بالنسبة للكوتا حضرتك شفنا الفترة اللي فاتت أو اليومين اللي فاتوا بعض النشطاء والسياسيين الأقباط نزلوا بيان واعترضوا فيه على مصطلح الكوتا وقصة الكوتا. وللأسف ما تعرفوش على أنواع الكوتا. الكوتا هي نوعين حضرتك موجودين، في حاجة اسمها كوتا التعيين وكوتا انتخابية. بالنسبة للأقباط هناخدهم على سبيل المثال، كوتا التعيين دي بتتم بالأمر المباشر من المسؤول، زي رئيس الجمهورية بيعين كان 5 أفراد 3 أفراد 7 أفراد في مجلس الشعب، دي كوتا التعيين، أمر بالتعيين مباشر وكل بيرفض عملية التعيين. أما كوتا الانتخابية فهي مختلفة. إزاي حضرتك؟ بتتم عن طريق المنافسة على عدد من الكراسي في الدوائر الانتخابية للأقباط على سبيل المثال. فلو قالوا ان الاقباط لازم يمثلوا بنسبة 20% من اعضاء مجلس الشعب، 15% 13% 5% وريفر النسبة اللي المفروض تمثل في مجلس الشعب بناء على القوة العددية بتاعتهم في المجتمع المصري، يبقى اذا انا بخليهم يلعبوا على الكراسي دي. فلو قلت مثلا 500 إلى 10% إلى 20% بتاعتها مثلا 100 واحد، فبنزل حوالي 300 مرشح على 27 دايرة عامة بيلعبوا على الانتخابات ديت ليهم هم كمستقلين على 100 كرسي فقط في مجلس الشعب او 70 او 60 او وريفر النسبه اللي هتعمل. فدي الكوتا الانتخابيه دي ملهاش دعوه خالص بموضوع تقسيم الوطن ولا مش تقسيم الوطن، دي المفروض الاقباط كانوا يطالبوا بيها في انتخابات مجلس الشعب اللي فات وفي الانتخابات اللي جايه ديت. دي بالنسبه لحضرتك نقطه الكوتا. بالنسبه لحضرتك نقطه الورقه الطائفيه اللي البعض اتكلم عليها في الوقت الحالي او دلوقتي، عايزين بس نفرق بين حاجة صغيرة. النظام لا يستخدم الآن، والموضوع ده مهم جدا، النظام لا يستخدم الآن كارت الطائفية، ما بيستخدمهوش. لأنه عندما كان النظام السابق كان بيستخدم كارت الطائفية كان بيوجه بيه رسائل أمنية إلى الداخل والخارج.
ده كان لعبة بيعملها النظام. أما الآن النظام فهو نظام إسلامي لا يسعى إلى الورقة الطائفية، لأنه مع الدستور ومع القانون ومع سياسة فرض الأمر الواقع. ولكن ما يحدث الآن يا أستاذ عادل هو أنه أحيانا بيكون نتيجة جهل تعليمي أو ثقافي أو ديني وبيتم بطريقة عشوائية، وأحيانا بيكون من بعض التيارات السلفية الإسلامية الرجعية قوارق الضغط على النظام الحالي من أجل تغيير المعادلة السياسية والأمنية في المجتمع المصري، بيلعبوا بيها على النظام الحالي كمجموعات من المجموعات السلفية اللي هي مش عاجبها النظام بتاع الحكم اللي موجود كإخوان مسلمين. يبقى إذن هنا اللعب ما بيتمش من النظام على المسيحيين وبيستخدموها كورقة زي ما كان بيحصل في النظام بتاع حسني مبارك. بس في سكوت من النظام على... اتفضل. في سكوت من النظام على الموضوع. أوكي. النظام اما بيسكت حضرتك وبيسكت ليه؟ لان في ايحاء ديني. ايه هو الايحاء الديني اللي عنده؟ الايديولوجيه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه. هنا هو ما بيشاركش في العمليه، لكن عمليه السكوت في حد ذاتها لان هو مقتنع شخصيا وداخليا ان القبطي ليس له وجود في المجتمع المصري، يعني مش فارقه معاه. تمام، احنا ده اللي احنا بنقوله. فهو استخدام الورقه من عدمه، هو فصيل بيستخدمها لفصيل تاني، ولكن في الاخر بيدفع ثمن الاقباط سواء كان من المعارضين من السلفيين او من النظام، سواء كان في النظام الحالي او النظام السابق كان بيستخدم الورقه الطائفيه. اذا هي استخدام بس بكذا وجه. يعني حضرتك بتقول النظام لا يستخدمها الان، ولكن جزء من النظام، لان المعارضه جزء من النظام، واحنا عارفين ان السلفيين واخدين المركز الثاني او الصف الثاني للاسلام السياسي، وايديولوجيتهم بتقول انهم مش قابلين الطائفه دي ويعملوا مشاكل عليها او الضغوط عليها علشان النظام يبتدي يستجيب ليهم في بعض الطلبات التانية او تتعدل المسائل معاهم شوية. فهي برضو استخدام للورقة الطائفية. النظام يعني المجموعة اللي بتدير شؤون البلد. مين اللي بيدير شؤون البلد في الكرسي في الحكم؟ رئيس الجمهورية والوزارة بتاعته والحزب اللي هو بيتبعه اللي هو حزب الحرية والعدالة، ده اسمه حضرتك النظام الحاكم. أما المجموعة السلفية اللي هي عايزة تحقق بعض المصالح فديت بتلعب بالورقة الطائفية، يبقى اذا هي بتلعب بيها ضد النظام اللي موجود. انا لو ايد النظام، النظام بيسكت عليها ليه حضرتك؟ لان انت كمواطن مسيحي حسب الدستور المصري ليست موجود في المجتمع المصري، مالكش اهميه، مالكش وجود. يبقى اذا ما انا مالش، الحكم الاسلامي هو اللي بيلعب بالورقه. طب وهل الكوتا إن... انا فهمت وجهه نظرك يا استاذ جورج، هل الكوتا للاقباط، الكوتا الانتخابيه تحل مشاكل الطائفيه في مصر؟ طبعا. هقول لحضرتك ليه؟ بتحلها ازاي سعادتك؟ اما انت بيكون عندك قوه تمثيل في مجلس الشعب، بتحط الطلبات اللي انت عايزها وبتطالب بيها وبتواجه بيها الحكومه وبتواجه بيها المجتمع المصري، هنا الحكومه غصب عنك بتخضع لك لانك ليك قوه تمثيل وتقل سياسي في مجلس الشعب. على سبيل المثال في الوقت الحالي في مجموعه من المسيحيين موجودين في مجلس الشورى، لكن دول لا يمثلوا المجتمع المسيحي او ابناء الشعب المسيحي الموجودين. ليه؟ دول يمثلوا نفسهم كافراد بناء على الحزب بتاعهم، بناء على السياسه الحزبيه اللي هم دخلوا بيها مجلس الشورى. حتى اللي تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهوريه ما تعينوش عشان هم اقباط، اتعينوا عشان هم ممثلين لبعض الاحزاب. فبالتالي تعيين الاقباط دولت في مجلس الشورى لازم يرجعوا للحزب بتاعهم اثناء ما يناقشوا اي موضوع. لكن المسيحي اللي هو نزل على دائره انتخابيه ما حدش هيأثر عليه، ما جيش يقول لهم طب نزلوا المسيحيين على القوائم. زي مثلا نزل المسيح على قائمه حزب الوفد او الى اخره. لا والله لو الحزب مش عايز يناقش النقطه دي دلوقتي، انا ما اقدرش ممثل الحزب بتاعي اجبر مجلس الشعب ياخد بطلبه الاحاطه بتاعي والحزب بتاعي مش موافق عليها، يبقى انا لا امثل القبطي حتى لو حاطيني على القائمه بتاعته. يبقى لازم انا يكون ليا قوه تمثيليه موجوده في مجلس الشعب، قوه التمثيل دي هي اللي بتقدم مطالبي بعيدا عن اي حد خالص. عشان كده من المفروض الاسبوعين اللي فاتوا والشهر اللي جاي قبل الانتخابات بعض المسيحيين اللي عندهم رؤى سياسيه وعندهم استعداد لتكوين احزاب لازم يكونوا احزاب وينزلوا بيها على انتخابات مجلس الشعب. ليه؟ لانه سمح لاي حد يكون حزب دلوقتي، فاي فرد يقدر يكون حزب يقدر يعملوا تمثيل في مجلس الشعب. ده يعني لو حصل، وللاسف بما ان انت بتلعب على الدستور الاسلامي وبتناقش مواد الدستور الاسلامي في مجلس الشعب فانت ما تستطيعش تغير الدستور. فانت كل اللي هتكون موجود فيه كتمثيل موجود برلماني في مجلس الشعب القادم وبعد منه في مجلس الشورى اما يتفك ويدعى لانتخابه، هتكون موجود كقوه الى حد ما تجيب بعض المطالب وتحقق بعض المطالب، مش هتقدر تحققها كلها لانك بتخضع للدستور. فاحيانا ممكن تقدم طلب بمشروع عشان يجيب حق الاباط بتوعك اللي انت تمثلهم وما تقدرش تمرره وتوافق عليه لانه هيخالف الدستور، لانه هيطعن عليه بعلم دستوريته. يبقى احنا خسرنا ايه؟ الدستور.
بما اننا خسرنا الدستور يبقى بنلعب على مجلس الشعب في ناثينج، في ولا حاجه، وبنلعب على مجلس الشورى في ولا حاجه. بس لازم على الاقل يكون لينا وجود وتمثيل جوه مجلس الشعب بناء على النسبه الطائفيه بتاعتنا. لو اترفضت الكوتا الانتخابيه زي ما كلنا متوقعين انها تترفض، حضرتك شايف ان المقاطعه هي الحل ولا الحل هيبقى حاجه تانية؟ حضرتك انا ما اقدرش اقول ايه هو الحل ولا المقاطعه هي الحل او لا، لان انا بتحكمني قوه بتسيطر على الاقباط دلوقتي وهي اللي بتدير الاقباط واللي هي ممثله الاقباط. ففي مجموعه من القيادات دلوقتي هي مسؤوله عن الاقباط، وهي القياده الكنسيه هي المسؤوله عن اقباط مصر، ده بقوه القانون والدستور والعرف المتبادل وبعض الاتفاقيات اللي بين الحكومه وبين القياده الكنسيه. فانت حضرتك انت وكل السياسيين وكل النشطاء وكل الساده اللي بيتكلموا في هذه المواضيع مجرد ان بنقول وجهات نظر، لكن القرار وصناعه القرار في ايد القياده الكنسيه، لان هي الوحيده الممثله للشعب المسيحي القبطي في مصر. والدليل على كده ان رئيس وزراء وزير خارجيه اسف وزير خارجيه ايران جه وقابل قداسه البابا طوادروس الثاني، وبعض السفراء بيجوا من الخارج وبيقابلوه، وبعض السياسيين بيقابلوه، والحكومه بتقابله. يعني اذا انت عند حضرتك قوه كنسيه هي اللي موجودة تمثل أقباط، فيجب يتم التعاون بين القوة الكنسية وبين أبناء الشعب المسيحي كله. لازم الاتنين يقووا بعض، والاتنين يساعدوا بعض، والاتنين يأيدوا بعض، الاتنين يحتضنوا بعض، الاتنين يمشوا بإيد واحدة. أنا أتقوى بالشعب المسيحي قيادة كنسية، وأنا أخد العون والإرشاد والنصح والقوة من القيادة الكنسية بتاعتي. فهنا بنمشي مع بعض في اتجاه واحد صحيح على الارض بقوه، عشان يديني حقي بطريقه سلميه وهاديه، عشان ما الجاش في الاخر ان انا اطالب بحاجه ما يسميه البعض احيانا مش دوله مسيحيه ولا تقسيم ولا الكلام ده كله، لا، بس اطالب بحاجه يسميها ايه؟ الحكم الذاتي ليا كمسيحي جوه المجتمع المصري مع وجود الحكومه المركزيه، ولكن لازم يكون ليا عمليه ما يسمى الحكم الذاتي، لانك رافض تديني كوتا تمثيلية في البرلمان، رافض تدوني حقوقي، أجبرتني على وفرضت عليا دستور إسلامي بيشيل حق المواطنة بتاعتي، وحتى الآن موجود في البطاقة الديانة مسلم أو مسيحي جنب الاسم وجنب النوع. فإذا الموضوع ده خطير جدا، لسه مصمم إنك تهمشني، لسه مصمم إنك تقصيني، لسه تصمم إني ما يكونش موجود في المجتمع المصري، وتقول لي والله أنت جزء من المجتمع المصري وأنت واحد من المجتمع المصري وأنت خليط في الدولة، ما تاخدش نفسك على جنب وما تقولش إن أنا عايز أنزوي وأنا عايز أكون لنفسي مجموعة. أنت ما بتكونش مجموعة، لأن أنا ما طالبتش بحمل السلاح، أنا بطالب إن يكون ليا قوة تمثيل عادلة في مجلس الشعب عشان أقدر يكون ليا صوت ويكون ليا قوة تأثير في اتخاذ القرار في مجلس الشعب. ما المشكلة مش بالعدد، بالقوة الصوت اللي هتديني مساعد على إني يتوافق على قراري أو لأ، يتمرر أو لأ. لأن أنا ما ينفعش أطرح مشروع ويكون عندي 90% من الموجودين يكونوا مثلا طيار مغاير لي أو طيار سلفي أو 95% أو 99%. طب أنا لما هطرح وجهة نظري مين اللي هيسمعها؟ تقول لي في تصويت في مجلس الشعب. للاسف كمان ان الدستور، لان انت دلوقتي بقيت محكوم يا استاذ عادل في مجلس الشعب او في مجلس الشورى، انت محكوم بدستور. تمام. ما تقدرش تطلع قوانين كده اهوت من الهوا، لازم القوانين تكون مرجعيتها الدستور، يبقى لازم ترجع لكل مواد الدستور اللي بتتحكم عليك. يعني لو جيت قلت يا جماعه لو سمحتوا ما حدش يمد ايده على اوقاف القبطيه اللي فاضلت لنا، اللي هي الربع من الاوقاف اللي فاضلت، الاوقاف كانت 100% اتخذت مع سنوات الحكم اللي فاتت، وصل دلوقتي الربع الاوقاف القبطيه فقط هي اللي موجوده في الاداره دلوقتي او في الحكومه او موجوده مع الكنيسه. انت دلوقتي في قانون موجود في الدستور، في ماده موجوده تحتم ان اللي يدير الاوقاف القبطيه تديرها الحكومه المصريه. ما تقدرش تقول لي طلع لي قانون علشان خاطر يساعدني ان الاوقاف ترجع للكنيسه، ده مخالف للدستور، يبقى عمرك ما هتقدر ترجع الاوقاف بتاعت الاقباط. تمام. نفس القصه بتاعت الانتخابات حضرتك، بيحدد ازاي تتم الانتخابات على الدوائر، وفي قانون طلع بناء على الدستور. يبقى اذا ما تقدرش تقول له اعمل لي كوتا غصب عنك، يبقى انت لازم تجبره على الكوتا، لازم يطلع قرار من رئيس الجمهوريه جديد يعدل الموضوع، بما ان رئيس الجمهوريه اصلا جاي من التيار السياسي الاسلامي اللي هو ما بيعترفش بوجود المسيحي ولا الديانه المسيحيه، لانها ديانه ادنى في المستوى بتاعها، يبقى اذا الاشخاص بتوعها ما يصحش ان هم يوصلوا لمراكز اتخاذ القرار، فاذا هو غصب عنك بيقول لك انت مش موجود. فانا مش هروح استعطفه واطلب منه، صعب ان انا اطلب منه ان هو يساعدني لان هو مش عايزني من الاصل. يعني انا بستعجب البعض بيقول احنا هنغير بعض مواد الدستور، طب ما هو مين حط مواد الدستور؟ ما هم قالوا لك وانا هنحط مواد الدستور انا هحطها غصب عنك. هتقول لي اه ما هو عشمني هيغيرها لي،
اما يجي يتعامل مجلس الشعب ومجلس الشورى مع بعض مش هيغير، بعد سنتين ثلاثه ومش هيغير. هو في حاجه بس انا عايز يعني اشاركك الراي فيها. الكنيسه كمجتمع كنسي مسؤول عن الحياه الروحيه والاجتماعيه الى حد ما للاسر المسيحيه، والسياسيين في مصر هم ما بيبقوش مسؤولين على الجزئيه دي، بس في جزء مشترك اجتماعي وجزء حقوق سياسيه، وبالتالي حقوق الانسان تبقى مندرجه تحت هذه الصفه. وايضا حكايه اعتلاء المناصب، لان السياسيين تهمهم قوي، سواء من وزراء او من وكلاء وزراء او مديرين عموم او من وظائف معينه في اماكن معينه في الدوله لا تهم الكنيسه. ايه اللي حاجز اللي مانع ما بين الكنيسه والسياسيين انهم يكونوا قوه متحده في مواجهه هذا القوة الأكبر، بحيث إنها تبقى ظاهرة بطلباتها بطلبات موحدة؟ يعني دلوقتي اللي أنا عايز أقوله مثلا، الكنيسة بتعلن انسحابها، في اتنين تلاتة بيخشوا سياسيين، سياسيين يعلنوا انسحابهم، الكنيسة تخش باتنين تلاتة مش عارف فين. يعني إيه اللي مخلي الموضوع ده مش مهندم أو شكله كده ما بين الكنيسة والسياسيين من قبل المسيحيين في مصر؟ الموضوع بسيط جدا يا أستاذ عادل. في حاجة اسمها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في حاجة اسمها لجنة كنسية وأب كاهن، ده في كل كنيسة موجودة. أنا مش هخش طبعا في النقطة ديت بتخصص فيها، لكن في حاجة اسمها لجنة وفي حاجة اسمها أب كاهن. نفس الخلاف أو نفس الفكرة أو نفس طريقة التعامل اللي بتتم بين اللجنة وبين الأب الكاهن هي اللي بتتم تخدها على صورة مكبرة على شكل المجتمع المصري المسيحيين اللي موجودين فيه. الكنيسة بتعتبر بين عرف أبناء الجالية المسيحية أو الطائفة المسيحية أو أبناء الشعب المسيحي اللي موجود، الكنيسة بتعتبر نفسها هي الراعية والمسؤولة على هذا الشعب. سيبك من كلمة إن المسيحيين اتفطموا وما اتفطموش، ده كله كان كلام استهلاك إعلامي في فترة معينة. تمام. حتى اليوم من يمثل أقباط مصر، الأقباط الأرثوذكس أمام العالم كله، هو القيادة الكنسية ممثلة في البطريرك بتاعها. واي شخص تاني ملهوش اي صفه قانونيه او اي صفه سياسيه للمسيحيين في مصر لو بيتكلموا على حقوق للمسيحيين. علشان كده حضرتك اللي بيجي يحصل ايه؟ يجي يحصل اجتماع بين ابناء الطائفه المسيحيه او الشعب المسيحي وبين القياده عشان يناقشوا في موضوع معين. في خمسه سته بيكون له وجهه نظر وخمسه سته له وجهه نظر، مين اللي بيدي وجهه نظر الاخرانيه؟ القياده الكنسيه بناء على وجهه نظرها ورايها حتى لو كانت الاكثريه او الاقليه معاه. ليه هي بتعمل الموضوع ده؟ لان في حسابات موجوده بتحكم خط عمل الكنيسه المصريه، والكنيسه شايفه من وجهه نظرها تقريبا هو ده الخط المظبوط اللي يامن الحياه والامان للشعب المسيحي. حتى لو انت كمواطن عادي معترض، لكن القياده شايفه كده. عشان كده بترجع النقطه للخلاف الاساسي اللي موجود، اللي هو بين كلجنه او كاب كاهن، مش خلاف، وجهه النظر المختلفه بين الطرفين. مين اللي بيدير؟ هل اللي بيدير الاب الكاهن هو اللي بيدير شعب الكنيسه، ولا اللجنه هي اللي بتدير شعب الكنيسه حتى اداريا؟ نفس القصه حضرتك بتيجي على موضوع المجالس المليه، لان دي النقطه اللي حضرتك مش عايز تتكلم فيها وكل مش عايز يتكلم فيها. هو ايه موضوع المجلس الملي؟ هو ايه خلاف المجلس الملي؟ ايه؟ ما هو المجلس الملي ده بيعتبر برلمان مسيحي مصغر، مسؤول عن اداره الكنيسه المسيحيه المصريه اداريا وليس دينيا. في حاله اختلاف الدوله مع القيادات الكنسيه. نو ده حضرتك موجود من سنه 1928 من اول ما فكروا هم يعملوه. سوى في لا ما هو العصر الحديث انا ما هو لما فكروا يعملوه هو المجلس الملي في حال اللي هو النقاش بينه وبين المله، وكان المجلس الملي كان في دوله نواه دوله مدنيه بدستور 23، والمسيحيين كانوا في العصر ده في السياسه كانوا باينين قوي، وكانوا المسلم حتى بينتخبهم ما فيش مشكله. لكن احنا لما بنزود الحياه في مصر الى الطائفيه ابتدى المجلس الملي يتقلص الا في حاله المشاكل. حتى في حاله المشاكل لما حصلت بين قداسه البابا شنوده المتنيح وبين السادات، حتى المجلس الملي ما كانش له دخل، وكان الدخل للمجلس الباباوي اللي اتعمل من خمسه اساقفه. يعني حتى هو معمول لهذا الغرض، حتى برضه لهذا الغرض لم يستخدم. انا ذكرت في حلقه من اللي فاتت كان في حاجة اسمها وثيقة، وفي اتفاق بين البطريرك اللي كان مسؤول عن الكنيسة القبطية المصرية والشعب المصري ساعة معامر ابن الغاز ابن العاصي غزا مصر.
كان في اتفاقيه، في احد الاشخاص المسيحيين كان واسطه بين الغازي او اللي كان جه يغزو مصر ويحتل مصر او يفتح مصر، عمرو بن العاص سنه 639 على ما اتذكر، والبابا بنيامين. التاريخ بيقولوا البابا بين البابا بنيامين. فالشخص اللي كان موجود الواسطه قدر يقنع الحاكم ان انا ممكن تساعدني ان احنا نرجع البابا بنيامين اللي كان موجود في الوقت دوت في الصحراء بعيد عن الكرسي بتاعه، لان الحاكم اللي كان موجود البيزنطي في الوقت دوت كان جايب بطريرك من طائفه اخرى او من الكلدان ولا كان حاطه، اسف، من الارمن كان حاطه في الحكم. فانا بجيب دلوقتي ممكن اساعدك وان احنا نرجع البطرك بتاع الاقباط، وهو يقدر يجيب لنا الشعب المسيحي كله، المصر كانت مسيحيه، يجيب الشعب كله يقدر يسمع كلامك في مقابل انك ترجعه. فهنا حصل اتفاقية موجودة بين الطرفين، انت تبقى مسؤول من اول الفترة دي على ادارة شؤون الاقباط، وانا مسؤول على ادارة شؤون الدولة المصرية، وليك حقوق، كل الحقوق، كل الحقوق الادبية والمعنوية والمدنية والمادية على الاقباط في كل النواحي. فعطاله مطلق الحرية يكون مسؤول عن الطائفة. من ساعة اليوم دوت كان هو مسؤول عن الطائفة. مهما جم السياسيين في الفترات المختلفة على مر العصور ان هم يوصلوا للحاكم، كان لازم يوصلوا عن طريق البطريرك، سواء البطريرك كان بأيد الخط بتاع الحاكم او ضد خط الحاكم، لكن كان بيتم عن طريق البطريرك. هو دوت اللي كان بيتم في العصر اللي فات، وهو دوت اللي بيتم في العصر الحالي، وهو دوت اللي هيتم في العصر القادم، الى ان يتم وجود بعض السياسيين اللي هم يقدروا يقولوا ان احنا غيرنا من هذه الفكرة، احنا عدلنا في الواقع بتاعنا، احنا عملنا عملية اصلاح اداري لابناء الطائفة، وبقينا احنا نمثل الاقباط. حتى الان واثناء الفترة العسكرية بتاع الحاكم العسكري، جه الحاكم العسكري او جه المجلس العسكري قابل كل السياسيين اللي في مصر، ورفض يقابل بعض من قالوا ان احنا رموز للاقباط. وتذكروا كان الاستاذ المستشار جبرائيل حاول اكتر من مرة، انا فاكر في البداية والكلام ده متذكره كويس جدا، ان هو حاول يوصل بطلبات الاقباط للمجلس العسكري، والمجلس العسكري رفض يقابله. ليه؟ لانه ما بيعترفش بوجود سياسيين موجودين، والكنيسه لن تعترف بوجود سياسيين موجودين على الارض. انت روح العب سياسه عشان توصل للحكم، بس ما تطلبش بحقوق الطائفه، لان انا في يا استاذ عادل فرق بين عمليه سياسيه وعمليه حقوقيه. علشان كده بنرجع نتكلم مره ثانيه. اللي انا عايز اقوله الحل دي، يعني وجهه النظر، احنا مش عايزين نقول ان الخلاف كبير، ولكن احنا عايزين ده خلاف نحل. يا استاذ عادل ده مش خلاف، ده واقع. ده واقع، ده مش خلاف. في حاجة اسمها حقوق سياسية وحقوق مدنية. موضوع الدستور ده كان حقوق مدنية، حقوق لكل الأباط، كل الأباط بيشتركوا فيه، القيادة والشعب. لما الكنيسة انسحبت، الكنيسة ومع ذلك الدستور عدى. ما هقول لحضرتك يا أستاذ عادل، أنا أما أجي أنسحب لازم بيكون عندي خطة أعملها. أنا بعد ما هنسحب متوقع رد الفعل دوت هيكون رد الفعل بتاعي كذا، ومتوقع رد الفعل ده كذا، هيكون رد الفعل بتاعي كذا. لكن انا انسحب انسحاب بما يسمى بالانسحاب السلبي الذي ليس له تبعيات، يبقى انا كده خسرت القضيه بتاعتي. لان لما انسحب بعرف اما هنسحب هيعملوا ايه، والتصعيد بتاعي هيوصل ازاي. لكن انا ما استخدمتش الورقه اللي في ايدي، انا انسحبت، وال50 اللي كانوا قاعدين اتفقوا معايا في الاجتماع ان احنا لازم ننزل بيان انسحاب. يعني اذا انا كقياده كنسيه معايا ورقه ممتازه، الشعب القبطي كله ملفوف حوالين مني وانا واحد منهم، وكلنا بالاجماع قررنا ان احنا هنسحب من الدستور لان الدستور ده لا يمثلنا، يبقى لازم كلنا بايد واحده نقول سوف نقاطع الاستفتاء. ما اجيش اقول انا انسحبت بس اللي عايز يروح يروح. انا خسرت ورقه في ايدي قويه، لان مقاطعتي للانسحاب بتاع الدستور تسمح لي وتؤهلني ان انا اوصل للمجتمعات الدوليه اجيب حقي. لكن ما قلتش ان انا هجيب حقي هديهم بعض الطلبات 10 او 12 طلب يبقوا يصلحوها في مجلس الشعب او الشورى، مش هيحصل الكلام دوت، لان الدستور جه بالاراده الشعبيه كما يقال. يبقى اذا انا حضرتك ما قدرتش استغل الورقه، يبقى اذا انا عشان ما عنديش اداره ازمات في الكنيسه، ما عنديش مجموعه، اسف، في الكنيسه مش يعني القياده الكنسيه، يعني كابناء للشعب المسيحي، ما عنديش مجموعه عمل بتلعب على حقوق الاقباط مش مصالح الاقباط السياسيه. لان انا لما تيجي تلعب على المصالح السياسيه للاقباط هقول ايه؟ اخد سياسه الامر الواقع بس اللي يجودوا بيه. حضرتك لو متابع يعني الحلقات، كان في برضو حلقات قبل كده عملت حلقتين عن من يمثل الاقباط سياسيا، ولم اجد ردا على هذا السؤال حتى هذه اللحظة. هل هي فئة ممكن انها تنتخب؟ هل فئة ممكن تعين؟ هل هي الكنيسة؟ هل هو اشباه ممثلين سياسيين للاقباط؟
كل ده لم يجيب على السؤال المطروح حتى هذه اللحظة، ومن يمثل أقباط سياسيا محدش عارف يجيب الجواب. من يمثله شبه سياسيا ممكن يكون بيعتمدوا على الكنيسة إنها بصفة ان هم دول الـ 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 الحاجة اللي بتعمل انتخابات للطائفة، وقداسة البابا طبعا ممثل على رأس الكنيسة ان يكون رئيس الطائفة سياسيا، والدولة بتتجه الى هذا المعنى. الاتفاق حضرتك يمكن قلت من ايام عمرو بن العاص او لغيره، او لانه بعد ثورة 52 يوليو، لان قبل ثورة 52 ما كانش فيه التعامل ده، مش موجود. استاذ جورج يعني احنا بنشكرك على المداخلة، وبنشكرك على ان في بعض التصورات اللي بتبقى احيانا مش عايز اقول انها مريحة، لكن هي لابد ان نضع ايدينا على المرض وعلى الجرح حتى يمكن ان يتداوى. طبعا نحن نثق في كنيستنا وفي قيادتنا الروحية، ولكن احنا بنتكلم عن المسألة السياسية. هل في المسألة السياسية لابد من ان يجتمع الطرفان؟ انا ما فيش مشكلة بالنسبة لي خالص ان يكون قائد الروحي هو قائد السياسي، بس في طلبات ان انا ممكن انقضه سياسيا، وفي نفس الوقت الطلبات الروحية دي حاجة تانية خالص، دي الارشاد الروحي والكلام ده. لكن لو اخطأ الاب الروحي سياسيا لابد ان نقول له انت مخطئ سياسيا، وإلا فيبقى موضوع السياسة ده ما هو ما تبقى السياسة للجميع زي القراءة للجميع، ونبتدي نكون مجلس سياسي بعيد عن المجلس الديني في حضور جزء من المجلس الديني يمثل الكنيسة ومصالحها ككنيسة أم. الموضوع موضوع كبير، لكن حله إيه؟ في إيد القيادات سواء السياسية أو القيادات الكنسية. المفروض إن طبعا من غير ما إحنا نقول يعني إحنا صغار القامة قوي، فالمفروض انهم يقعدوا مع بعض ونشوف الشعب القبطي سياسيا من يمثله، كنسيا عارفين من يمثلنا، روحيا عارفين من يمثلنا، دينيا عارفين من يمثلنا، كل ده واحنا بنجيل لهم وبنحترمهم وبنقول لهم وطنيات وبنبوس ايديهم، وما فيش مشكلة خالص من هذا الاحترام، ولكن ان يؤخذ هذا المنصب وان يكون راعيا سياسيا لمجتمع او لمدينة او احنا شفنا الأقباط بيتبهدلوا قد إيه. ده مظهر، هل المظهر ده هيستمر؟ هل الأقباط هيحتملوا ده إن يكون دايما هو رئيس الطائفة في هذا المكان هو الممثل سياسيا وليس عناصر تانية مثقفة بجواره على الأقل يعني في البداية، ولا يا ده موضوع مطروح للنقاش هنشتغل عليه الحلقة اللي جاية إن شاء الله، وهنكون في آراء قوية فيه، وهنجيب ناس من هنا ومن هنا نشوف الموضوع طالما اتطرح بهذا الشكل، نشوف هل فعلا هو في اختلاف، هل هو اختلاف وجهة نظر، ولا اختلاف هو قائم على الارض، ولا هو اختلاف الاقباط بيدفعوا الثمن، ولا هو اختلاف لان الكنيسة لا تثق في السياسيين، ولا السياسيين ما وصلوش الى درجة من الكفاءة انها تدير الشأن القبطي سياسيا، ما بقولش دينيا، لان اللي يمثلني سياسيا ممكن يكون في كيت وكيت 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 وكيت، لكن هو سياسيا فمكاسبه السياسية حاجة، اما اللي يمثلني دينيا فما اعتقدش انه ممكن يقبل بالاسلوب السياسي، والا لو قبل بالاسلوب السياسي بالسياسة المتغيرة في المواقف والاراء والمفاهيم بنقع في حزب بيس، وبنقع في شكل الدولة الطائفية. هل الشكل الدولة الطائفية نحن مجبرين عليها؟ هل اجبرنا عليها؟ ما زال بيتم اجبارنا عليها؟ هل ليها حل؟ هل هتبدأ من الاقباط؟ هتبدأ بالمسلمين؟ هتقبض بالشعب المصري كله؟ ده هنحاول نناقشه في الحلقات القادمة. احنا وصلنا وعدينا الوقت، والمخرج عمال يقول لي في احنا عدينا اكتر من ساعة ونص، احنا بنعتذر لكم على الوقت اللي عديناه ده، ولكن بنحاول ان احنا نقدم صورة ايضاحية اذا كانت في مشكلة او لم تكن هناك مشكلة، فاما ان احنا نؤكدها ونحاول نوجد لها الحلول، او ننفيها تماما ونقول ان المشكلة دي بس مش موجودة غير في الرأي الإعلامي أو الرأي الصحفي أو الرأي الاجتماعي، لكن ليس لها أي أساس من الصحة. المرات اللي جاية هنحاول ندقق على المشكلة دي، ونحاول إن احنا نخفف الاحتقان شوية عن المسيحيين ودور العبادة في مصر، لأن دي بقت يعني تعتبر كوارث بالنسبة للمسيحيين وتهديدهم في أمنهم وحياتهم. إذا كنت بتطالب بحياة سياسية فأنت أساسا مطالب مهدد
بانك تفقد حياتك، ودي عايزين يعني نحاول ان احنا نخليها مقبوله في المجتمع المصري، ان كل واحد ان يطالب بحقوقه السياسيه ليس عيبا، وانه ياخد حقوقه السياسيه ليس عيبا، سواء كانت المراه، سواء كان الاطفال، سواء كان اي مجتمعات مهمشه في مصر. ده هو في الاخر خالص، لان احنا كلنا بنحلم بمجتمع افضل، مجتمع كمصريين نفتخر بمصر لا ان نهدم مصر. اعزائي المشاهدين، وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم، والى ان نلقاكم في الحلقه القادمه. لكم من القناه الفضائيه القبطيه اجمل امنيات بالسعاده.